على فلسطين تحضيرا لمرحلة قادمة ما بين كأس القارات هناك في البرازيل وما بين كأس آسيا هناك في الإمارات في يناير القادم. العربي بحراسة المرمى مسعود زراعي، خط الظهر بأحمد إبراهيم، جاسر يحيى، ياسين يعقوب، أحمد فتحي، عبد الله معرفي وجاسر يحيى، محمد سالم موجود في اليمين، عبد الرحمن منصور في الشمال، والثلاثي الأمامي محمد صلاح النيلي، ديجو جارديل وفرانكو أرازيلا اللاعب الكولومبي. بينما فريق الريان فيلعب اليوم بحراسة المرمى عمر باري، خط الظهر مكون من موسى هارون وعلي سند النعيمي، محمد جمعة العلوي وموفق عوض مع غياب النهاردة جونزالو فييرا المدافع الأورجواياني، نص الملعب عبد الرحمن الكربي، دانيال جومو، نجين كو. أمامهم المثلث الأخطر في الريان دائما وأبدا وفي الهجوم في كرة القدم القطرية لفترات يتوقعها الجميع أن تستمر، خلفان سوريا تباتا. صحيح لم يقدم المثلث حتى الآن ما هو مطلوب منه، لكن دائما سيكون أعين الجميع وأذان الجميع حاضرة من أجل أدائهم وقيمتهم وسماع أصوات تصويباتهم وأهدافهم في الشباك. مشاهدينا الكرام، افتتاح الجولة الخامسة، لقاء الآن سيلعب عقب هذا اللقاء النهاردة في قطر مع الشحانية، بينما غدا الغرافة سيواجه أم صلال والأهلي مع الخرطيات، وتأجل لقائي الدحيل والسيلية يوم الأحد القادم والسد والخور. لوكا المدرب الذي يقود فريق النادي العربي على أمل أن يكون أفضل مما فات، بينما مدرب آخر أرجنتيني رودولفو أروا بارينا، مدرب الوصل الإماراتي السابق، مدرب بوكا جونيور الأرجنتيني السابق، 43 سنة في مواجهة المدرب لوكا بونيتش. خبرة كبيرة للوكا، مشواره الكبير سواء كان مع الشحنية مع الأهلي هناك في السعودية، مدرب عنده مشوار وتاريخ جيد، أيضا مدرب النادي الريان الأرجنتيني، أيضا مدرب له تاريخ جيد. من هنا احنا طمعانين في أداء إن شاء الله يكون كبير يليق بقيمة الحدث. اللقاء الكبير من استاد حمد الكبير، العربي بالأحمر والريان النهاردة باللون الغامق الكحلي الغامق نقدر نقول. على يسار السادة المشاهدين، معا مشاهدينا الكرام نلتقي وأحداث اللقاء الذي ينتظره الجميع دائما، لقاء ما بين الرهيب والأحلام. بداية اللعب النادي العربي على طول نشوف جاردال نجمهم الكبير والدور الكبير اللي ممكن يأديه النهاردة، انطلاق على طول واللمسة خلفان وضربة الرأس على طول، ولكن على طول تطلع إلى حارس المرمى وبسهولة لعمر باري. بداية قوية من النادي العربي، ودي فرانكو أرازيلا لاعب الكولومبي لهدفين من أهداف النادي العربي اللي سجلها حتى الآن. العربي جايب 8 أهداف، هو ليه هدفين منهم، واحد في الخور 1-0، واحد في أم صلال والفوز بال5-1. أمامية على طول أحمد فتحي، جوكر النادي العربي أحمد، مرة لاعب وسط مهاجم، مرة لاعب وسط مدافع، مرة مدافع في قلب خط الظهر، ممكن يلعب في تركيبة مجموعة خط الوسط وممكن في مجموعة خط الظهر. طويلة أمامية على طول مسعود الزراعي، فرانكو رأس الحربة وتحركاته، محمد صلاح النيلي اللي قدم أداء جميل الحقيقة الفترة اللي فاتت. هو الحقيقة محمد صلاح من وهو ولد صغير لسه طالع في نادي الريان وهو باين مشروح حاجة كويسة، جسمه كان نحيف شوية، وزنه قليل شوية، لكن كان باين إن هو كورجي. انتقاله للسيلية أظهر قيمته، ومع العربي يظهر قيمة جميلة. وادي العرضية من جاردال اللاعب البرازيلي، لكن على طول إلى تباتا، واحد من العناصر الكبيرة والمهمة في الكرة القطرية في الفترة الأخيرة، إلى سوريا كذلك، محمد صلاح النيلي، إلى جاردين، لكن في أوفسايد. أوفسايد صافرة سعود العزبة حكم اللقاء الدولي مع مساعدين دوليين كبار، طالب سالم المري الحكم المونديالي، خالد خلف مساعد ثاني، فيصل اليافعي الحكم الرابع، اثنين حكام إضافيين سلمان الفلاحي، عبد العزيز موسى، ويراقب الحكام الكابتن جاسم الهيل. جينكو إلى تباتا، استلام بدوران سوريا يكمل المهمة، حكم اللقاء قريب تماما ويقول إتاحة فرصة. أنا معاه تماما، إتاحة الفرصة ملوش لازمة أبدا، إيقاف اللعب على لعبة في صالح الفريق، وده اللي بينادي بيه الحقيقة الاتحاد الدولي باستمرار، خاصة إتاحة الفرصة لمزيد من المتعة. وده الانطلاق، محمد جمعة في لعبة خطيرة خطيرة خطيرة، ولكن العراقي أحمد إبراهيم بعد سعد ناطق في نفس المركز، يأتي أحمد إبراهيم ليكون صمام أمان لفريق النادي العربي في خط الظهر، لاعب المنتخب العراقي، لاعب الاتفاق السعودي السابق،
ولاعب أربيل العراقي ولاعب الوصل الإماراتي، خبرة كبيرة لأحمد إبراهيم، تروح على طول إلى تباتا الرهيب يصوب، ولكن خارج القائم اليمين على طول إلى ضربة المرمى. لعب إيجابي، التحضير كويس، دايما اللعيبة الكبار بهدفهم المكسب، واللي هدفه المكسب دايما بيفكر في اتجاه المرمى، ودايما لعبه إيجابي. أحيانا ممكن يقف على الكورة، يعمل باص بالعرض، يعمل باص قطري، لكن في المعظم تفكيره جو فور جول، سواء هو بنفسه بيجري بالكرة في اتجاه الجول أو المرمى، أو يعمل باص لزميل يروح يجيب هدف. في لعيبة تشتغل بعرض الملعب، وفي لعيبة تشتغل في اتجاه المرمى دائما، مش كده ولا إيه؟ ولكم في الظاهرة رونالدو القدوة الحسنة في اللعب في اتجاه الجول باستمرار، حتى إن عنوانه في مشوار الكرة رونالدو جو فور جول، هي حسبته كده. أدي محمد صلاح النيلي، أحد الشبان اللي أثبتوا جدارتهم الحقيقة في أكتر من مرة وأكتر من موقف. على طول بدلاء النهاردة موجودين معانا، لاعب البرازيلي فارياس فرانشيسكو قاعد النهاردة احتياطي، موجود على دكة البدلاء مع النادي العربي. أدي على طول الأمامية، خلفان، عرباوي سابق، سداوي سابق، لكن زي ما قال بشار عبد الله، يعني بيلعب ضد فريق الطفولة، عندما كان طفلاً كانت بدايته مع النادي العربي، ثم صنع التاريخ وأي تاريخ مع نادي السد لنفسه ولنادي السد وللكرة القطرية. انتقل للعربي ومن العربي إلى الريان، لكن لا زال ليس هو خلفان لا السد ولا العربي، في انتظار خلفان كما يجب أن يكون. تاني على طول أقصى اليسار، مسيرة صغيرة مقطوعة، تدخل قوي من دانيال جومو، فدائية وروح عالية من لاعب الفريقين. موسى هارون بيضغط على محمد صلاح، وتطلع على طول من موسى هارون إلى رمية التماس. رمي التماس لصالح عبد الرحمن منصور، ظهير جناح النادي العربي. العربي بيلعب بثلاثة في قلب خط الظهر، سيستم الفريقين مختلف كسيستم لعب، الاستراتيجية ممكن تلاقوها واحدة، الهدف عند الفريقين واحد، لكن الطريقة اللي بيستخدم من خلالها تنفيذ الخطة بتبقى مرتبطة بإمكانات اللاعبين. ممكن المدرب ما يكونش عايز يلعب بالطريقة دي، لكن بيضطر، لأن دي الأدوات اللي معاه. احيانا ببقى فلسفه مدرب عموما، واحيانا اضطراري. فيش مدرب بيقول انا هلعب بطريقه كذا قبل ما يشوف الفريق، لازم يقيس، وبعد ما يقيس يقرر. مش هروح اشتري البدله اللي لونها ايه وخلاص، لازم تشوفها تتناسب مع مقاسك ولا لا. تاني على طول تباتا الى سوريا، هتاخد بشكل جميل، سوريا بادئ بدايه كويسه، الى خلفان، ولكن اطول من اللازم على طول عند مسعود الزراعي. السنة اللي فاتت لما لعبوا بعض الفريقين، العربي فاز على الريان 3-1، فاكرين كاري وجارديل، وحمد الله كان سجل للريان، بينما كان الريان فاز في اللقاء الثاني 4-2 على النادي العربي، كان سجل سوريا وتباتا وحمد الله وجونزالو فييرا اللي بيغيب النهارده عن خط ظهر فريق الريان. وقتها كان سجل للعربي سعد ناطق المدافع العراقي، كان هو اللي سجل الهدفين في الدقيقة 70 والدقيقة 85. النهارده موجود احمد ابراهيم، هل يقدر يسجل احمد كما سجل سعد ناطق العراقي في نفس المركز السنه اللي فاتت؟ خلفان وفنتاته ومهاراته ولعبه سيزر الجميله اللي بيعملها بريتم جميل. عبد الرحمن الكربي لاعب نص الملعب، سيطر الريان. الريان نقدر نقول مسيطر، ولكن مفيش لعب على المرمى. سيطره ظاهريه بدون خطوره حقيقيه. يعود العربي للخلف، وخلفان يصول ويقول يبحث عن اول جول. الكربي يقف ياجل، يرجع تاني على طول اقصى اليسار، صغيره الى دانيال جومو، يا ولد على طول الى سوريا، بدا يقتحم منطقه الجزاء، قرب نادي الريان، ولكن على طول يا ولد يا سوريا، ولكن قفلوا عليه. الكتره غلبت الشجاعه، ما فيش كلام. احمد ابراهيم ومحمد سالم المال قفلوا عليه، خلصوها وخدوها، وتبات على طريقه رونالدينيو عالميا، وعلى طريقه الاسطوره الليبيه طارق التائب عربيا. طارق التائب كمان كان حاجه جميله عظيمه. اسره تباتا في المدرجات، كما هي اسره جين كو اللاعب الكوري في المدرجات. وزي ما قلت لحضراتكم، المباراه كبيره والاستعداد ليها كبير، تجهيزات امنيه كبيره جدا جدا من حيث سيوله الوصول للمرمى والملعب، لكن برضه لازمنا بنقول كنا نتمنى الحضور الجماهيري يكون اكتر من كده. في حضور جماهيري اوكي، لكن دايما احنا طمعانين في اكتر من كده، طموحنا الجمهور يحضر اكتر من كده، خصوصا كاس العالم خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. 2002
كأس العالم قادمة، وبالتالي لازم كلنا نحضر نفسنا للمتابعة أكثر، المؤازرة أكثر، المعايشة أكثر، تحفيز اللاعبين والمسؤولين أكثر وأكثر، وإن كان واضح إن هم اللي بيحفزونا مش إحنا اللي هنحفزهم، مش كده ولا إيه؟ اللجنة العليا للمشاريع والإرث والعمل على قدم وثاق، والكل الحقيقة يعمل من أجل الوصول لنقطة 2022 لتكون الدوحة، تكون قطر في أبهى صورة، نعم كما يجب أن تكون. هذا الباص العميق فكر بعمق ولعب في العمق، لكن حارس المرمى بيغطي العمق مسعود الزراعي. مسعود مفيش تحضير من ورا للنادي العربي، ليه؟ لأن الريان عامل ضغط عالي فيمنعك ويخوفك إنك تبدأ على الأرض. أمامية على طول إلى فرانكو أقصى اليمين، شكل كويس، محاولة السيطرة. جاسر يحيى في نص الملعب على طول إلى جاردال، يغير اتجاه اللعب بشكل جميل لعبد الرحمن منصور. عبد الرحمن موقف الواحد على واحد، بيضغط عليه موفق، ترجع تاني إلى جاردال، بيعمل حاجات حلوة أحيانا وأوقات بيختفي، بيلبس طاقية لخفة، بيضغط عليه بقوة وبإصرار كبير جدا جدا جدا، تطلع خارج الملعب إلى ضربة ركنية. نجينكو لاعب الوسط المدافع اللي قام بدور المدافع في خط الظهر، ابص جاي فين؟ بص جاي مع رقم 10، رقم 10 بالاحمر لاعب وسط مهاجم في العربي، ورقم 22 بالازرق لاعب وسط مدافع بنسبه اكبر مع الريان، فطبيعي الالتزام والانضباط. الكوريين منضبطين مفيش كلام، فازوا بذهبيه الاسياد في البطوله الاخيره وقدموا عروضا محترمه. راية مرفوعة، ادي الضربة الركنية، هنا مفيش حاجة، اللي جاية بيها دي هي الاوفسايد، بص اللي جاية دي اهو، كان في موقف تسلل واستفاد منه. في المدرجات جماهير الريان وجماهير العربي، الاحمر هيفوز النهاردة ولا تعادل؟ بس اي احمر فيهم مش كده ولا ايه؟ قال محمد دهام لضيوفه اي لون احمر هيفوز النهاردة؟ نشوف نشوف. أحمد فتحي، علي سند النعيمي بيلعب كاستوبر النهاردة، سيبستيان سوريا يقتحم ويتقدم، يراوغ من جديد ويصوب، ولكن فين يا سوريا؟ فين يا سوريا؟ ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح نادي الريان. العربي بدأ الموسم بفوز 1-0 على الخور بأريزالا، فرانكو أريزالا. الماتش الثاني كان ماتش كارثي، نتيجة كارثية، الخسارة أمام السد ب10 أهداف وبغداد سجل 7، يعني حلم تحول إلى كابوس غير طبيعي. ولكن ليس كل سقوط نهاية، فسقوط المطر أفضل بداية، مش كده ولا إيه؟ أدي ضربة الرأس على طول، كان سقوط النادي العربي بالعشرة دافع وحافز لما هو أكتر. كمل بعد اللعبة دي، أدي العرضية الخطيرة، برافو مسعود زراعي، تصويبة حلوة 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 حلوة. محمد جمعة الظهير الجناح الذي دائما وابدا ما يتقدم، المره دي بيزيد في العمق لان نجينكو موجود على الخط، والكره المرتده من حارس المرمى مسعود زراعي ياخدها بوش رجله على طول، لكن يشيلها من تحت، يلمس الكره من تحت وهي رايحه على اصبع رجله الصغير، فالحتتين ما بين لمسها من تحت شويه ورايحه على اصبع رجله برضو شويه، الاثنين طلعوا الكره فوق. تكنيك مش مظبوط، تكنيك المهاري في لمس الكره، وكذلك الحركي، لاني رفع رجله، نزل رجله تحت زياده عن اللزوم اللي بيها تلمس الكره من فوق قوي. الزاويه نفسها اللي بيلعب بيها. سلام على نجينكو، بادئ كويس قوي. سوريا متحرك ونشيط كما هي العاده، بيضغط عليه احمد فتحي، تاني على طول الى جارديل، يرجع لورا النجم البرازيلي الوحيد اللي مستمر مع العربي من السنه اللي فاتت. كاري خلاص ترك الفريق، عبد الرحمن الكربي، احمد عبد المقصود النهارده قاعد احتياطي مع نادي الريان. ادي الانطلاقه اماميه، مفيش اوفسايد، مفيش اوفسايد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. عمر باري على طريقه ناير الحارس الالماني الكبير، سويبر عظيم في اللعبه الاخيره، قام بدور القشاش وغطى خط ظهره بالكامل، لكن خط ظهر نادي الريان انضرب بفرق السرعه لولا براعه عمر باري. النادي العربي بيحترم امكانات لعيبه نادي الريان الكبيره ويعود للخلف بنسبه اكبر ويعتمد على هجوم مرتد، ولا مانع من الهجوم المنظم زي ما احنا شايفين دلوقتي، هجوم منظم اهو مش مرتد. احمد فتحي اعظم ما فيه انه هيبدا الهجمات من ورا كويس. احمد فتحي كان هو وخلفان مع النادي العربي ادوا فتره جميله الحقيقه لما جاله خلفان، لكن خلفان انتقل للريان. تاني على طول عبد الرحمن الكربي،
علي سند النعيمي. سانشيز مدرب منتخب قطر، الفوز على الصين والفوز على فلسطين، والبحث دائما عن كل ما هو من يضيف للمنتخب في المرحلة القادمة، بيتأكد من ثبات مستوى بعض اللاعبين وتطورهم، وبيشوف اكتشاف حد ممكن يكون دي مرحلة نضوج بالنسبة له. ما هو لعيب الكرة في حاجات كده، في مواقف ومرحلة تبقى مرحلة نضوج، نضج البدني تلاقيه فرق قوي، نضج الذهني عند اللعيب والتفكير والتركيز. بدلاء ولعيبة محترفين جايين الفترة دي، لوكا لاعب البرازيلي أيضا حضر لنادي الريان لكن لسه واصل أمس فقط، منا له التوفيق إن شاء الله. حمد الله خرج من تشكيلة نادي الريان، ما نقدرش نقول على حمد الله غير إنه لعيب كويس، لعيب كبير، منا له كل توفيق، حضر بكل احترام وبكل تقدير هنا في الكرة القطرية وقدم بشكل جميل. الريان ضاغط هات وخد، ولكن في الوقت المناسب، برافو عبد الرحمن، الهجوم المعاكس، ادي الولد السريع، لكن علي سند النعيمي اللي بيتوظف كستوبر ينجح تماما في انقاذ الموقف، برافو الى موفق، صغير رشيق انيق، ادي العرضية جميلة جميلة، ولكن فين التكملة في الزاوية العكسية من خلفان. سوريا قرب قوي على تباتا واصبح القائم البعيد بدون توزيع جيد. فرانكو تعدي الى موسى هارون، عرباوي سابق خلفان عرباوي سابق، والاثنين مع الريان. من تاني علي سند النعيمي، خلفان بيهرب من على الخط ويبتدي يقابل الملعب كله بوجهه بالكامل. اماميه دانيال جومو، ادي دانيال جومو بيقتحم للامام هذه المره، لكن اماميه على طول تتقطع وبدخول قوي قاسي شوية قد يكون، تبقى ضربة حرة، ضربة حرة، جاسر يحيى دخوله في نص الملعب بقوة أحيانا يكون مفيد، بس لما بيفرط في القوة أو اللامبالاة هي اللي بتعمل المشاكل. لكن لعيب مجتهد، تركيزه عالي، تحركاته كويسة، كرته معقولة جدا بالنسبة للبوزيشن بتاعه. ضربة حرة لصالح الريان، الأقرب لمرمى العربي، أكثر من قرب العربي لمرمى النادي الريان زمنيا في الفترة اللي فاتت. الضربة الحرة نشوف تباتا، وادي التقدم جينكو على طول، حارس المرمى مسعود الزراعي، لكن محمد جمعة يسيبها ورا، كان في أوفسايد، كان في أوفسايد رغم إنه ما لعبهاش. بص بداية اللعبة كان فيها أوفسايد، واللي كان أوفسايد تدخل في اللعبة اللي هو أحمد إبراهيم، فأصبح في الأكتف إريا، أصبح مشارك، عشان كده الراية طلعت. شوف لحظة خروج الكورة، مش باينة هنا باينة طبيعية، هنا باينة طبيعية. مسعود الزراعي نص ملعب، عبد الله معرفي، عبد الله جامدة جدا يا عبد الله، عايز تكون قطريه اكتر في اتجاه الرايه الركنيه عشان تفضل كتير ما تنزلش. اللعيبه المخلصين قوي للنادي العربي اللي روحهم عاليه قوي وعنده غيره كبيره دايما على فريقه تشعر بيه في الملعب. ما شفناهمش، ما عدناش معاهم، لكن نشعر بذلك. الريان نسبه سيطره 65% مقابل 35% سيطره للنادي العربي. كل ده ولا حاجه غير انه نفسيا بس، لكن طالما 0-0 ولا تفرق. هجمة مرتدة للنادي العربي يخلص على الموضوع، لكن دي مقربة النادي الريان من التهديف، قريب من المرمى. تاني على طول جاردال معلم، أقصى اليسار لعبد الرحمن منصور، عبد الرحمن محمد صلاح في اليمين، في الشمال ما عندوش مشكلة، محمد صلاح، أحمد إبراهيم، محمد صلاح ولد بيجمع لعب ازاي، شو بيثقوا فيه ازاي، ولكن خلي بالك عمل مشكلة، الحكم مشاها فاول، هي فاول من اللعبة الأولى، فاول من اللعبة الأولى. جونزالو فيرا مدافع نادي الريان قاعد في المدرجات، وادي محمد صلاح عشان عارف انه غلط رايح بيعتذر، وانا احب اللعيب اللي كده قوي قوي قوي، راح يعتذر لعبد الرحمن الكربي بغض النظر ان هم اصحاب او بيقابلوا بعض بعد الماتش، احب اللعيب اللي يغلط يعتذر، مش لازم يعتذر يروح بقى يبوس الراس لا، مجرد بس يرفع ايديه او يبص للعيب اللي غلط معاه اعترافا بان هو اخطا، دي لوحدها ليها معاني كتير، حتى بتقلل من حده اللعيب اللي انضرب، ما يقومش يضربك، ما يدخلش في الجامد يعورك، يعني منها ذكاء ومنها اخلاق وروح كويسه. خلينا فيها من ناحيه الاخلاق والروح الكويسه، هتلاقيها هي نفسها الذكاء.
ان الاخلاق هي الذكاء كله، مش كده ولا ايه؟ علي سند النعيمي اقصى اليسار، الريان فاتحين عرض الملعب كويس خصوصا ناحيه الشمال، ناحيه اليمين موفق ما بيشتغلوش معاه كتير، واضح ان مركزين اكتر ناحيه الشمال اللي فيها خلفان لانه بيميل اكتر ناحيه الشمال. عبد الرحمن الكربي يرجع تاني لعلي سند النعيمي، مرحله تحضير اللعب، مرحله بناء اللعب تكتيكيا في علم التدريب في الهجوم بيسميها مرحله بناء اللعب او مرحله بناء الهجوم، بناء الهجمه بيبني فيها. هنا مرحله التطوير بيطور ولكن مش مظبوط. ليه؟ لان الباص جامد زياده عن اللزوم، يبقى بيفكر وهو بيشتغل بالعرض، لما قرر يلعب لقدام الباص جامد شويه على موفق الظهير الجناح المتقدم. تحضيرات، قد يكون احد اللاعبين شاعر بقلق او شد او حاجه فبيحضر له بديل، وده طبيعي جدا، المفروض اللعيبه كلها مسخنه كويس جينكو، لكن الباص مش مظبوط لان في فاول. سعود العزبه ماشي كويس قوي بالماتش، مفيش مشكله، هو طبيعته حكم هادي، وتعيينه لاداره هذا اللقاء اللي قد يكون في مستقبل مباراه عنيف او متوتر بيحتاج حكم هادي، لكن ماتش متوتر تجيب له حكم عنده سمات التوتر الدنيا تولع، مش ناقص مش ناقص. عبد الرحمن الكربي لموسى هارون، دانيال جومو عميق سوريا، طالما المهاجمين ما بيتحركوش صعب البناء يبقى حلو. هنا التحرك، بدأ البناء تحرك، ليه؟ لان لاعب الوسط تحرك. يا سلام على انجينكو يا ولد العيب، منه لموفق اللي دخل في العمق، غيروا اماكنهم مع بعض، ناحيه الشمال اشتغلت، الله الله الله، الكره العرضيه فين؟ راحت يا جمعه، ضاعت يا جمعه، وفاول، ولكن على طول ايه فاول فعلا، فاول فعلا. سعود العزبه اشعر انه تردد للحظات، اشعر انه تردد للحظات، وتردده هو اللي خلى لعيبه النادي العربي يروحوا يحتجوا شويه وتلموا عليه شويه. ادي اللعبه اهو، يعني انا مش شايف ان في تلاحم، شايف ان خلفان لعب الكوره وده كان اخره، والدخول عليه ما كانش فيه تلاحم، ممكن يكون انكل رجله اتلوى في الارض، ممكن يكون الانكل نفسه اتلوى، ممكن والله اعلم، لكن شكلها في اللقطه اللي فاتت عاديه. معانا مخرجنا فيسون، مدرب المخرج الفرنسي، ومعاه 18 كاميرا يعيدها لنا كده من كذا زاويه، تلاقي الحاجات جت على طول. وفي برنامج الحكم سنتابع ايضا مستقبلا لمزيد من التثقيف ومعرفه حقيقه بعض الكرات اللي بنتحير الحقيقه في قرارها ولا لا. ضربه حره من مكان مميز جدا في حضر التباتا، كتير بيقولوا عليها انها تشبه ضربه الجزاء في حضر التباتا، ضربه حره على بعد حوالي 23 ياردة، لانها قطريه سنه صغيره، بره القائم اليمين للمرمى باربع ياردات، فرايحه قطريه. تباتا وضربه حره لصالح الرهيب تباتا، 38 سنه خبره السنين تباتا، ولكن مسعود الزراعي يفرد ذراعيه وبرده فعل وحسن تمركز يطلع على طول الى رمي التماس، تلعب على طول الكربي. ليه؟ لانها كانت بطيئه من تباتا، كانتش سريعة. تباتا تاني، الرياني السداوي الرياني عالية فوق، ولكن برافو أحمد إبراهيم، ما شاء الله يا أبو حميد، ما شاء الله. أحمد إبراهيم المدافع العراقي نازل من السماء مش طالع من الأرض، طوله 190 سنتي أحمد إبراهيم، بسم الله ما شاء الله. أدي فاول لصالح النادي العربي، جارديل وحوار مع سعود العزبة، أدي اللعبة. سعود الزراعي لعب على ردة الفعل، ما لعبش على التوقع، لعب على ردة الفعل، لو كان لعب على التوقع وراح الزاوية القريبة كان زمانها جول، وياما حصلت. في حراس بيلعبوا على التوقع، يقول لك إن ده بيلعبها في الزاوية دي، فيروح بدري، يتفاجئ إنها في الزاوية اللي كان واقف فيها تبقى هدف. عبد الرحمن منصور، اليمين يا عبد الرحمن مش مظبوطة، وحشة قوي، تطلع إلى ضربة مرمى لصالح نادي الرياض. خلينا أقول إن بدأ يهبط أداء النادي العربي. هو راجع نص ملعبه، بيحمي نص ملعبه، لكن في النهاية هبط أداء النادي العربي. المدرجات من كل الجنسيات، وما بين سيدات وأنسات وأطفال ومشجعين كبار مخضرمين وشباب صغير وأطفال حضروا لمتابعة اللي والد كل منهم وأسرتهم قالوا لهم تعالى ده العربي نادي كبير، تعالى ده الريان نادي كبير، فرايحين يشوفوا النادي الكبير
في اليوم الكبير. فوز الريان بالدوري بعد غياب طويل من 3 سنوات يعطي الثقة أكثر وأكثر. العربي يبحث لجمهوره الكبير عن فرحة غابت طويلا عن قلعة النادي العربي. 21 سنة العربي ما خدش الدوري يا شباب، 21 سنة العربي ما خدش الدوري يا شباب، تخيل. ومن 25 سنة العربي ما خدش كأس الأمير يا شباب، معقولة؟ تخيل. ومن 21 سنة العربي ما أخدش كأس ولي العهد يا شباب، ومع ذلك الإخلاص والتفاني من جماهيره في حبهم ليه غير طبيعي، أي حب وأي وفاء. وده الانطلاق، نادي الريان بيحاول، خلفان عايز ضربة جزاء، لكن الحكم فوق اللاعبين كمان تماما، قريب تماما، بالتالي لا اعتراض لا تعاطى، الهجمة مرتدة للنادي العربي. جارديل أمامية على طول إلى فرانكو والعرضية، ولكن إلى ضربة ركنية، علي سند النعيمي ينقذ الموقف. جماهير الريان عايزين ضربة جزاء، مرور لخلفان، انطلاقة واختراقة، وأي رشاقة تبدو طبيعية، أراها طبيعية، احتكاك إنساني، تلامس طبيعي، بيلعبوا كرة قدم، ما بيلعبوش كرة سلة، ما بيلعبوش كرة طايرة، في شبكة في النص ولا تنس، في تلامس، مش حتى تلاحم، ما تروحش لكلمة التلاحم، تلامس، ما فيش دفع، ما فيش عرقلة، ما فيش الكلام ده كله. سعود العزبة ممتاز، عالية فوق على طول، وحارس المرمى عمر باري يمسك بثبات، وأحمد إبراهيم بيعتذر له. أدي أحمد إبراهيم، فعلا يا أحمد خلي بالك الحاجات دي ممكن تعمل له مشكلة في الدراع بتاعه، زعلان بيبص له، ولكن برضو احترام أحمد إبراهيم لجزء من خطأه بالاعتذار ممتاز. خلاص عمر باري تقبل الموقف، مش هتلاقيه متنرفز ولا متوتر، ولا بعد كده في كرة مشتركة هتلاقيه يضربك بالبوكس ويسيب الكورة، في حراس بيعملوا كده. جمعة جابها الشمال لأن خلفان هناك، جابها اليمين قليل قوي، يعني نقدر نقول إن الريان مكسور الجناح، جناح اليمين مفيش، يعني الولد موفق بيهاجم ويعرف يعمل كرات عرضية، لكن التركيز أكتر على الشمال، وده مريح لعيبة النادي العربي، مريحهم، خلاهم عاملين زحمة ناحية اليمين معظم الوقت، مفيش مشكلة. محمد صلاح وفرانكو بيضغطوا على علي سند النعيمي وعبد الرحمن الكربي، أدي موفق إلى تباتا، معرفش ما ادالوش تاني ليه، عملها الناحية العكسية جميلة إلى سوريا، ولكن الاستلام يرجع تاني بشكل ممتاز إلى محمد جمعة، منه إلى خلفان، قد يصوب، ولكن إلى ضربة ركن، إلى ضربة المرمى، من قبل ما ياخدها وهو شكله هيصوب، لأن هو في مساحة جميلة وفي زاوية كويسة، ولكن تصطدم بأقدام تباتا في اللحظات الأخيرة وتتحول إلى ضربة ركنية. من عبد الرحمن لأقدام تباتا إلى ضربة ركنية. حلو التنويع. التنويع ليه؟ لأن الهجمة كانت من ناحية اليمين، راحت ناحية الشمال، انتهت في العمق، فده نوع من التنويع أو جزء من التنويع. نادي العربي بيحضر تبديل، مدرب لوكا شايف في حاجة مش طبيعية، ما أعتقدش إن حد مصاب وكان مستنيه، لا ده هي حاجة مش طبيعية هو شايفها، ممكن المدافع مدير عبد ربه، نشوف ممكن يعمل إيه، ممكن يطلع أحمد فتحي في نص الملعب تفتكروا، ومدير ينزل ورا في قلب خط الظهر ويطلع حد من نص الملعب تفتكروا، خلينا نشوف بيفكر في إيه المدرب لوكا، لأن أحمد فتحي في نص الملعب هيضيف سيطرة زمنية وسيطرة مؤثرة، أعتقد كده. مع جارديل طبعا هيعمل تركيبة حلوة، نشوف مع بعض مشاهدينا الكرام. تاني على طول أحمد فتحي يرجع لمسعود الزراعي، أمامية عند محمد صلاح، ضربة الرأس على طول دانيال جومو، نص ملعب النادي العربي لما بياخذ الكرة مش قادر يسيطر عليها. سوريا الريان أحسن أفضل أخطر، مفيش كلام كده، الأمور واضحة تماما. نجينكو إلى موفق، لو اشتغلوا مع بعض شوية هيعملوا امتطاط عريض جميل للملعب،
ادي تباتا حيويه ونشاط ورغبه، بيعدي بيفوت، تاني تباتا زقها اكتر من اللازم، محمد سالم المال اقوى اسرع، السن اصغر، يسيبها على طول الى رمي التماس لصالح نادي الريان. لعب تاني الى خلفان، الناحيه العكسيه عند سوريا ولا ايه؟ صغيره الى انجينكو اللاعب الكوري، كان هو وكاسيريز عملوا موسم البطوله، موسم بطوله الدوري، موسم عظيم هما الاثنين مع نادي الريان. انطلاقه تاني على طول الى جارديل، الهجمه المرتده هما بيلعبوا على دي، منه على طول الى فرانكو، يستلم ويرجع لورا، خلاص كل اللون الكحلي او الاسود رجع لورا فريق الريان. خلاص فرانكو، عبد الله معرفي، احمد ابراهيم، احمد فتحي، عميقه، محمد صلاح يا ولد لعيب، الى فرانكو، ولكن على طول فاول لصالح النادي العربي. عبد الرحمن الكربي، شوف الحكم فين، حكم قريب تماما من اللعبه، عرقله من الخلف واضحه تماما، ابص الرجل اليمين في الرجل الشمال من ورا واضحه تماما، قرب الحكم والزاويه الصح تخليه يشوف الحاجات دي بقى ايه فورا. هتبقى بعيد، هتبقى بزاويه مش مظبوطه، هتسمح بلعيبه تقف في طريق زاويه الرؤيه، مش هتشوف. فالحكم تحركاته ولياقته هم الطريق الصحيح للقرارات الصحيحه، الطريق الاسهل والمختصر والافضل. ضربه حره يلعب جارديل، لاعب الوسط البرازيلي للنادي العربي، فين من ايام بسكوليتشي، خوخي ابو علام رحل الى نادي السد المصوبطيه، وادي الكره العاليه فوق، ضربه الراس على طول، السكند بول يا ولد يا ولد، ولكن بطيئه شويه، يمسك عمر باري، يمسك عمر باري، حلوه 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 اللعبه اللي فاتت، اتعملت بشكل كويس. فرانكو اللاعب الكولومبي اللي احترف معظم سنوات عمره في المكسيك، في جوادالاخارا، في ليون المكسيكي، في باتشوكا المكسيكي، لعيب عنده 32 سنه اللاعب الكولومبي، جايب هدفين لفريق النادي العربي في بطوله الدوري حتى الان. لكن لسه نادي الريان لم يستفد من محترفيه بالكامل الاربعه، 66% سيطره الريان، 34% للعربي، قلت نسبه استحواذ العربي على الكره اكثر وزادت للريان. الريان محتاج الشراسه في الخط الهجومي، محتاج الشراسه، بتوزعوا كويس، بيقفوا كويس، بينقلوا اللعب كويس، مسيطرين كويس، لكن محتاج الشراسه في اللعب في اتجاه المرمى. ادي تباتا لكن مقفول عليه من جارديل، يرجع لورا ويقفل كويس، برافو جارديل، منه على طول عبد الله معرفي، ادي الهجمه المرتده لمحمد صلاح السريع، ومعاه موفق السريع، ولكن على طول موفق، موفق على طول يحترم قدرات محمد صلاح وامكانياته ويطلع الى رميه التماس، الى رميه التماس. مدير عبد ربه اللاعب اليمني، نشوف مدرب قال نستنى بعد اللعبه دي ولا ايه؟ هيدي فرصه للاعبين يشربوا الميه، مسموح بكده عشان درجة الحرارة. ادي ضربة الرأس، احنا أول مرة نلعب في الجو الحر، الماتشات اللي فاتت كلها كانت في ملاعب مكيفة، استاد جاسم بن حمد واستاد خليفة المونديالي، فكانت ملاعب مكيفة، درجة الحرارة فيها كانت 20 و22 درجة مئوية، يا دي الهنا ويا دي الرضا، بره درجة الحرارة 45 وفي الملعب كانت 22، لكن بدأنا نلعب على ملاعب الفرق المختلفة. مباراة النهاردة هي أمام حضراتكم، وبعدها كمان في مباراة قطر والشحنية، غدا الغرافة وأم صلال والأهلي والخرطيات، وتأجلت مباراة الدحيل والسلية يوم الأحد، وكذلك السد والخور. أدي التصويبة اللي تصدى لها مسعود الزراعي، نادي السد على القمة بعشر نقاط، نفس رصيد الدحيل، السلية الثالث بتسع نقاط، نفس رصيد العربي تسع نقاط، مركز الرابع الريان ثمان نقاط في المركز الخامس، ثم الغرافة وأم صلال، الغرافة سبع نقاط السادس، وأم صلال أربع نقاط زيه زي الشحنية صاحب المركز الثامن، بينما قطر بصمو الإيتو بتسع في المركز التاسع بثلاث نقاط، الأهلي بميلان ماتشالا وبدون مشعل عبد الله المرحلة اللي جاية للطرد ثلاث نقاط فقط في المركز العاشر، الخور بعادل السلامي اللي نتمنى له دائما وأبدا كل التوفيق زي كل المدربين مع الخور، نقطة واحدة فقط في المركز الحداشر، بينما الخرطيات ولا نقطة في المركز الثاني عشر. انذار للفرق اللي في المؤخرة للمرحلة القادمة، لكن أنا عندي إحساس إن الخرطيات هيفوق وهيعمل حاجات كويسة، لأن إمكانيات لعيبة الخرطيات كويسة، قدراتهم كويسة. منير
في النادي العربي، بينزل بدلا من ياسين يعقوب، وخروج ياسين ونزول مدير عبد ربه اللاعب اليمني. قرار مشاركة اللاعبين اليمنيين كمواطنين قرار يعني خدوق قرار إنساني قبل ما تاخدوه قرار فني ولا قرار سياسي ولا قرار جيران، خدوق قرار إنساني. اللاعب اليمني لاعب موهوب بطبعه بالفطرة، اللاعب اليمني موهوب، مش هنختلف على دي أبدا. واللاعبين اليمنيين منتشرين في الوطن العربي كله، خصوصا في الخليج، واخدين الجنسيات من صغرهم، سواء اللي اتولدوا أو اللي حضروا في كل دول الخليج. فاللاعب اليمني موهوب وقيمته واسمه تاريخيا عظيم. وعلي محسن هو الرمز لليمن طبعا طبعا، أول هداف للدولة في تاريخ مصر ونجم نادي الزمالك أستاذ علي محسن هناك في اليمن. فاللاعب اليمني موهوب، فكان قرار عظيم وإنساني من سعادة الشيخ حمد بن خليفة الثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم والمسؤولين بأن اللاعب اليمني يشارك كلاعب مواطن. السنة اللي فاتت الكلام دون نظرا للظروف طبعا اللي بتعيشها اليمن، اللي بنتمنى كلنا إن شاء الله أنها تعدي على خير ويعود الاستقرار لليمن ويعود سعيدا كما يجب أن يكون إن شاء الله. لكن قرار جميل الحقيقة. تاني على طول ترجع وراء في نص الملعب، جاسر يدخل بقوة لعبد الرحمن، يا ولد العيب يا ولد، فنت جميل حلها كويس قوي الى سوريا، جا ناحيه اليمين، تحس ناحيه اليمين بقى فيها هيبه لما جالها سوريا. ها قبل كده كان اللمسه خفيفه وعاديه، جالها سوريا تحس بالهيبه كده شويه. اللعيب الكبير في اي مكان يحط وتحط اقدامه عليه وفيه تشعر دائما بالقيمه. ادي نجينكو، محتاجين رتم اسرع لعيبه الريان، محتاجين رتم اسرع، مسيطرين كويس قوي، لكن لعيبه العربي ممتازين، خطوطهم قريبه وعاملين كومباكت كويس، ضاغطين المساحات كويس. تاني على طول الى موفق، ترجع ورا الى موسى هارون. كل لعيبه الفريقين في نص ملعب النادي العربي ما عدا عمر بابي، عمر باري في نص ملعب الريان طالع طبعا عشان يغطي ورا خط الظهر بالكامل. تاني على طول نجينكو، صوب يا جوما، يصوب ولكن تصطدم في سوريا وتتحول الى ضربه مرمى، مره في تباتا مره في سوريا، لكن واضح ان رغبه التصويب موجوده، واضح ان في تعليمات من المدرب الارجنتيني رودولفو اروا بارينا بان التصويب هو من اهم الحلول. احمد فتحي زعلان على اي لعيب بيفرط في القفل والغلق على لعيبه الريان. مباراه تكتيكيه بالدرجه الاولى ما بين شكل مستمر، ضغط وسيطره للريان وتراجع وتضييق مساحات للعربي. نشوف اللي جاي هيكون ايه. موسى هارون، موسى هارون لعلي سند النعيمي، علي سند النعيمي اللي شاط ركله الترجيح اللي جابت لنادي الجيش كاس قطر في اخر مباراه لي، او المباراه اللي فاز فيها بالبطوله الوحيده في ذلك الوقت كان علي سند النعيمي قبل ان ينتقل ويتحول بعد ذلك، والان موجود اهو مع نادي الريان. نجيبكو، دانيال جوم على طول الى تاباتا، اختفى بقاله 7-8 دقائق. نجينكو، محمد جمعه، لكن محمد جمعه باين ان هو بيجري فقفلوا عليه. لعيبه العربي على فكره عاملين جيل دفاعي يا جماعه ممتاز جدا. وادي الباص الامامي، فين 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 فين، والعرض عملها محمد جمعه. نعم نعم، يومك يا ولد، يومك يا ولد، محمد جمعه في يوم الجمعه يتقدم للرهيب باول اهداف اللقاء. نعم نعم نعم، حاول مسعود الزراعي مره ولكن كانت الغلبه في النهايه لراس محمد جمعه الظهير الايسر لنادي الريان. نعم نعم، سيطر الريان، نعم استحوذ، لكنه لم يصل الى المرمى بشكل شرعي ولا ايجابي كما هي هذه اللعبه. تعاملت جميله جدا جدا من دانيال جومو، ضربه الراس على طول مع المتابعه الجميله من محمد جمعه لتسكن الشباك وتعلن عن اول اهداف اللقاء. يومك يا جمعه، يومك، ربنا يخلي جمعه، ربنا يخلي جمعة للريان، للرهيب، لجماهيره، للأمة الريانية في كل مكان. حاول مسعود الزراعي ولكن العرضة ارتدت منها على طول ليكون محمد جمعة هو صاحب هدف اللقاء الأول لصالح الريان. 1-0 للريان، دقيقة 37 شهد على أول أهداف اللقاء. أحمد فتحي، عبد الله معرفي،
باقي قد ايه؟ باقي 8 دقايق على الوقت الاصلي للشوط الاول. ممكن تشوفوا ماتش شكله مختلف عن ال 20 30 دقيقه اللي فاتوا. ممكن تشوف الاحمر هو اللي ضاغط والريان راجع لورا، وده منطقي وطبيعي في المباريات الكبيره للفرق الكبيره. حضور جماهيري بدا يزيد بشكل جيد في المدرجات، استاد حمد الكبير ملعب النادي العربي يحتضن احداث هذا اللقاء الكبير. مشاهدينا الكرام، تحضيرات كبيره جدا جدا للقاء لاكبر قاعده جماهيريه موجوده في كره القدم القطريه، العربي والريان. الضربة الحرة هيلعب جارديل، احمد ابراهيم كالعادة يتقدم، وفي عندنا فرانكو ارازيلا ايضا المهاجم الكولومبي. العربي بعد ما خسر بالعشرة نجح في الفوز مرتين على الخرطيات واحد وعلى ام صلال خمسة. نعم، ليست العظمة في ان لا تسقط ابدا، بل العظمة في ان تسقط ثم تنهض سريعا، والعربي نهض سريعا. الآن العربي يسقط بهدف، هل ينهض سريعا؟ أدي الكرة العرضية على طول، ولكن برافو عمر باري بالبوكس يطلع تاني على طول خلفية، ولكن حكم اللقاء مسعود الزراعي وفاول لصالح نادي الريان. فاول لصالح الريان في اندفاع بدني قوي من جاسر يحيى، من عبد الله معرفي في الكرة المشتركة اللي فاتت. وادي عمر باري مبدأ الأمان على طول بالبوكس، مفيش مجال إنه يمسك هنا. ودي جاسر يحيى طالع معاه الحقيقة كويس قوي. جماهير الريان في المدرجات سعداء فرحانين، لسه الريان ما قدمش الشكل الجميل اللي جمهوره عايزه حتى الآن. دعم كبير من رؤساء الأندية للاعبتهم لجماهيرهم، سعادة الشيخ سعود بن خالد الثاني رئيس نادي الريان الذي عاد عودة قوية لقيادة الريان بعد زمن، وجاب له بطولة الدوري بعد غياب طويل. والآن دعم كبير من سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن جبر الثاني، دعم المستمر للنادي العربي. والأزمة اللي تعرض لها النادي العربي نفسيا الحقيقة، والجرح الكبير بعد الخسارة بالرقم الكبير أمام السد، ولكن انتفاضة جاءت عربوية من مسؤوليه من نجومه من تاريخه الكبير من الكل، فعاد العربي قويا. الآن العربي متأخر واحد ويبحث عن التعويض، والريان يتقدم بهدف غالي ومهم جدا يعتلي به صدارة الدوري إذا فاز النهاردة، يرفع رصيده ل 11 نقطة حتى إشعار آخر بلقاءات السد والدحيل والسيلية. أدي على طول العرضية تاني من دانيال جومو اللي عمل اللعبة اللي جا منها الهدف، لكن تعدي على طول الناحية العكسية. دقيقة 41 الشوط الأول، 1-0 الرهيب أمامية. مدير عبد ربه، ضربة الرأس على طول موفق. جينكو يرجع إلى عمر باري. نادي الريان رغم تقدمه بالهدف إلا أنه لازال على نفس استراتيجيته، لازال ضاغط، لازال متقدم. تاني على طول جينكو، يا ولد يا ولد يا ولد، تخطى الخطوط بقرار فردي. أداء لاعبي خط الوسط خلاص يا جماعة، خلاص أداء لاعبي خط الوسط أصبح مزيج ما بين التمرير والمراوغة. التمرير والدريبلينج نفسه خلاص، اللعيب بيخترق بنفسه بيروح، بس في أماكن فيها نسبة السيفتي مضمونة شوية شوية. محمد صلاح يقف ويأجل، يعمل ديلي جميل الناحية العكسية. فين؟ اشتغل بعرض الملعب. جاسر يحيى لأحمد فتحي اللي بدأ يزاول مهامه، بدأ يزيد في نص الملعب، هو عايز يزيد، عايز يقول لمدربه خلينا نتحول ل 4-4-2 وسيبنا زيد في نص الملعب، وده اللي ممكن يعمله لوكا مع مرور الوقت. هيخلي مدير يلعب جنب احمد ابراهيم، هيعمل كده، واحمد فتحي هيخش في نص الملعب ويسيب طريقه اللعب اللي هي 5-4-1 دي، ويلعب ب 4-5-1 حتى الان. نشوف المرحله اللي جايه هتعمل ايه. حالة الهجوم احمد فتحي بيزيد من نص الملعب، حالة الدفاع يرجع هو عشان يبقى واحد من الثلاثة للتأمين. عدلات التصويب والمحاولات، الريان 8 منهم 3 على المرمى. تاني على طول أمامية، 2 للعربي، الاثنين على المرمى، وناجح نجح عمر باري في التصدي. لكن العربي تصويباته ربع عدد تصويبات الريان، لكن دقتها كاملة في اللعب على المرمى. الريان 8 منهم 3 على المرمى، منهم واحدة هدف. نجينكو عامل ماتش كويس على فكرة، نجينكو عامل ماتش كويس بدنيا وفنيا. كلمة فنيا دايما بنقسمها ليه؟ فنيا
تكتيكيا كتكتيك كتنفيذ طريقه لعب واستراتيجيه لعب، وفنيا كمهاره حيث التكنيك نفسه، مهاره الاستلام، التسليم، التصويب، السيطره، الهيدرز، الحاجات دي كلها، دريبلينج نفسه. الجانب الفني بيشمل اكتر من حاجه. تاني خلفان، يا ولد يا ولد، لكن فاول فاول، وممكن انذار، فعلا انذار لمدير، انذار لمدير، عطل، حرم حرم خلفان من هجمة واعدة مؤثرة مهمة. خلفان جميل، عمره ما قوم يتخانق ولا يتنرفز. عمرك شفت رونالدو الظاهرة لما انضرب قام اتخانق؟ عمرك شفته عمل كده؟ أبدا. عيب الكبار الموهوبين لما بيتضربوا قليل منهم جدا. ديل بيرو، عمرك ديل بيرو شفته لما انضرب قام يتخانق ولا أنت بتعمل كده ليه ولا في إيه ولا يحطها في دماغه؟ أبدا أبدا أبدا. تاني على طول محمد صلاح، والله لما انضرب من راموس في نهائي اوروبا قام يعني بيبص له بصه كده صغيره، لا انت عملت كده ليه، ولا قال تصريح ضده وحش ولا ولا. وادي العرضيه الجميله جميله جميله جميله، مش ممكن مش ممكن، العرب اقترب من التعادل، كاد ان يسجل محمد صلاح، ولكن على طول دفاع نادي الريان ينقذ الموقف. مش ممكن مش ممكن، لكن لعبة جميلة تبين النادي العربي عنده أدوات العودة، العربي يقدر يرجع، يقدر يتعادل ويكسب. مش بس كده، بينما الريان إمكانية أن يجيب الثاني والثالث بل والرابع والله موجودة. ده سر من أسرار صعوبة الماتشات الكبيرة ما بين الفرق الكبيرة مهما كانت حالتهم في الدوري. أحمد إبراهيم لاعب أربيل العراق السابق ولاعب منتخب العراق مع سلام شاكر، عملوا الحقيقة دويتو جميل لسنوات ليست قصيرة بعد جيل علي رحيمة طبعا وجاسم غلام لفترة ليست قصيرة أبطال آسيا في دفاع العراق. ده غير طبعا جيل الثمانينات والتسعينات، ده موضوع تاني، أتحدث عن الألفية الجديدة من 2004 ل 2007 و8 و10. جاسم غلام وعلي رحيمة مستمر لغاية 2015 حاجة. جاء أحمد إبراهيم بقى وسلام شاكر استلموا المهمة ومشوا بشكل جميل. سعد ناطق كان موجود في النادي العربي أيضا، دقيقتين وقت بدل ضايع يشير بيهم حكم اللقاء الرابع في مباراة النهاردة فيصل اليافعي. النادي العربي بدأ يزيد أكتر هجوميا أكتر. تاني على طول محمد صلاح، رشيق الولد، لكن يا ولد يا علي، لا ولد علي، علي سند النعيم يقطع بشكل كويس قوي وذكاء منه على طول إلى خلفان. لازم يغير مكانه شوية، خلفان متمركز في منطقة واحدة، لازم ناحية اليمين شوية الشمال شوية، ينوع ويعمل نوع من المفاجأة. تاني على طول موفق، ما استخدموش نادي الريان النهاردة كتير موفق، ركزوا على محمد جمعة، وربنا كافي الجمعة الحقيقة بالهدف اللي جابه، كل مجتهد نصيب، اجتهد جدا الولد. ادي محمد جمعة، ده خلفان، خلفان تاني على طول، هاتوا خد تباتا، عايز يحضر له عشان يجي يشوط، بيعمل خريطه الطريق. ادي خلف، ادي على طول تباتا الى سوريا، الى خلفان، مثلث الرعب، بقول لحضراتكم اهلاوي يفوقوا، ممكن يفوقوا، جينكو قد يصوب، يصوب، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا مدير، مدير فعلا، مدير مدير في اللعبه اللي فاتت، مدير ادار الموقف دفاعيا باقتدار وقفل زاويه التصويب على مرمى النادي العربي، كانت ممكن تكون الهدف الثاني. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف جارديل هيعمل ايه، ومحمد صلاح النيلي، محمد صلاح اشتغل بعرض الملعب، قلب الملعب تماما، غير اتجاه اللعب على طول الى جارديل. جارديل الحقيقه برضو يعني محمد سالم المال ما بيهاجمش، والعربي بيلعب خمسة والعربي مغلوب. محمد سالم المال بعد ربع ساعة لسه هو فاكرني فافتكر انه يطلع قدام من بدري الكلام دون. ادي العرضية جامدة جدا يا محمد، مش معقول مش معقول، لوحده تماما محدش معاه، خسارة الدقة تكون بهذا الشكل. صافرت نهاية احداث شوط اول كان فيه الريان افضل احسن اكثر استحواذ، تقدم بهدف من خلال محمد جمعة في الدقيقة 37. مشاهدينا الكرام، هنا من الأستاذ محمد الكبير، تقبلوا تحياتي معلق اللقاء أحمد. ريان بهدف مقابل لا شيء، هدف سجله محمد جمعة الظهير الأيسر بضربة رأس من كرة مرتدة من العارضة في الدقيقة 37. الشوط الثاني أصبح النادي العربي باللون الأحمر إلى اليسار، ونادي الريان باللون الأزرق الغامق إلى اليمين.
شوط اول كان فيه تبديل واحد فقط بنزول مدير عبد ربه بدلا من ياسين يعقوب. مع بدايه الشوط الثاني في تبديل ثاني بيعمله النادي العربي، بيدفع بفهد خلفان بدلا من لاعب الوسط جاسر يحيى، بيطلع لاعب وسط مدافع وبيدفع بلاعب مهاجم. ويا ترى هتبقى واقفه على كده بس ولا لا؟ ده ممكن كمان نلاقي فيه تغيير في طريقه اللعب، لان احمد فتحي كمان يدخل على نص الملعب ويلعب باثنين ستوبر فقط اللي هيكونوا مثلا محمد ابراهيم ومدير عبد ربه، على يمينهم محمد سالم وعلى شمالهم عبد الرحمن منصور. نشوف رده فعل المدرب لوكا المدرب الكرواتي للنادي العربي في تحويل النتيجة من خسارة إلى تعادل ومن ثم يبحث عن انتصار. نشوف مع بعض مدرب أرجنتيني للريان، مدرب كرواتي لفريق النادي العربي. عالية فوق البرازيلي جارديل يحط جسمه كويس لأحمد فتحي، شايفه فعلا في نص الملعب، شكله غير طريقة اللعب، شكله غير طريقة اللعب لوكا. هنشوف مع بعض المرحلة اللي جاية. فعلا أحمد فتحي خلاص لاعب خط وسط، خلاص بص هو اللي راح يضغط اهو. اهو ده الشوط الاولاني كان بيلعب ليبرو او واحد من ثلاثة في خط ظهر النادي العربي. الشوط الثاني تغيير سيستم اللعب وكمان تغيير لعيب نص ملعب مدافع ونزول مهاجم فهد خلفان. نشوف مع بعض الشكل هيكون ايه. أمامية عند سيباستيان سوريا نادي الريان اللي الشوط الأول استحواذه كان 66% مقابل 34 للنادي العربي. نادي الريان اللي في الشوط الأول عمل 8 تصوبات في اتجاه مرمى العربي منهم 3 على المرمى، بينما النادي العربي صوب 3 كرات فقط الشوط الأول، لكن الميزة أن الثلاثة كانوا على المرمى منهم أكثر من لعبة الحقيقة أنقذها بشكل جيد طبعا عمر باري. خلفان خلفان إبراهيم خلفان نجم الريان حاليا، العربي سابقا، السد سابقا. جومو الكوري نجينكو لعلي سند النعيمي يعملها على طول الى خلفان لكن مقفول كويس، احمد ابراهيم واقف ومأمن لكن يطلعها وحشه، ترجع على طول لدانيال جومو، تصويب التباتا يا ولد يا ولد، واحده من حاجات تباتا بسم الله ما شاء الله، شايط من 35 يارده هو واقف فوق الكوره بعمر 38 39 سنة. بص هو فين، بص قريب من نص الملعب أكتر من قربه من المرمى، ولكن حارس المرمى مسعود الزراعي بثبات يمسك على طول وينقذ الموقف. موسى هارون قلت لحضراتكم السنة اللي فاتت العربي فاز 3-1 على الريان، والريان فاز على العربي في الماتش الثاني 4-2 في بطولة الدوري. أمامية عند تباتا تعدي على طول من جديد نجينكو خلفان خلفان يا رشقته يا مهارته، عدى من واحد والتاني لكن قفلوا عليه، جت المساندة تاني موجودة معاه من دانيال جومو. علي سند النعيمي لمسة واحدة قاطع باستحواذ بتمرير، برافو علي، تاني على طول إلى محمد جمعة صاحب هدف اللقاء الوحيد لعلي سند النعيمي، يعمل الباص جامدة شوية تروح على طول إلى جارديل النجم البرازيلي ومعاه نجينكو، وفاول على الكوري نجينكو، فاول أحيانا اللعيب بيلجأ لارتكاب أخطاء يعني ما بيكونش في حساباته أبدا، ولكن حله للمشكلة أو الموقف بيجبره أنه أحيانا يتعامل بهذا الشكل. عندنا مدير عبد ربه كان عنده إنذار أيضا مع النادي العربي، ودلوقتي نجينكو عنده إنذار. سعود العزبة حكم اللقاء مع طالب سالم المري وخالد خلف حكام مساعدين. على طول إلى عبد الرحمن الكربي لكن مضغوط عليه بقوة من عبد الله معرفي، اثنين من صغار السن ثبتوا أقدامهم في الفريقين. أدي الانطلاقة تاني على طول، انطلاقة أقصى اليمين، تحرك كويس عبد الرحمن منصور، عبد الرحمن أقصى اليسار على طول. عبد الرحمن منصور الشوط الأول كان باك شمال، الشوط الثاني جناح يمين. أنتوا عارفين حضراتكم يعني الحسبة عاملة إزاي؟ الشوط الأول عبد الرحمن منصور رقم 24 بالأحمر كان باك شمال، الشوط الثاني بيلعب باك يمين، بيلعب جناح يمين مش باك يمين، جناح يمين. في حاجة تانية هقول لحضراتكم عليها، مدير عبد ربه أصبح وكأنه باك شمال، وادي الانطلاقة أمامية إلى فرانكو، فرانكو لكن محمد صلاح
مكمل معاه كويس. ادي محمد صلاح يوقف عليها تاني. محمد صلاح وموفق، الاثنين حبه صبره، الاثنين قصيرين، الاثنين حريفه. الى جارديل النجم البرازيلي، جارديل عليه عبد الرحمن الكربي، منعوا وحرموا من التقدم للامام بل اجبروا على العوده للخلف. ادي مدير اللاعب اليمني اللي المفروض ستوبر بيلعب، هو اصبح باك شمال. وخلفان فهد خلفان راس الحربه، فاكرينه يا جماعه فهد خلفان لعيب الخرطيات لاعب الريان بيلعب ستوبر، يعني اكتشافه كستوبر، يعني انا امكانياته اعرفها، امكانياته البدنيه الهجوميه اعرفها، لكن امكانياته كستوبر غريبه علينا او عليا انا تحديدا. الحقيقه المدرب لوكا عامل حاجات ما ينفعش اقول عليها حاجات غريبه او مش مظبوطه، لكن هي غريبه مش مظبوطة ما اقدرش اقول. اللي يبين ايه الاداء وظروف المباراة ونتيجتها. لكن باك شمال الشوط الثاني يبقى جناح يمين، مهاجم الشوط الثاني ينزل يبقى ستوبر، والليبرو او الستوبر يبقى لاعب وسط مهاجم قريب من رؤوس الحربة. يعني حاجات كتيرة قوي في وقت قليل في فرقة واحدة. الحاجات دي ممكن تحصل واحدة منهم بس في الموسم مرة واحدة. لكن ثلاث حاجات في ماتش واحد مع بداية شوط ثاني، نشوف لوكا وحساباته ايه. ادي اللي كان باك شمال واصبح جناح يمين عبد الرحمن، هو قدراته تسمح انه يشتغل في كذا حته او كذا حاجه. يعني نشوف محمد سالم المال اللي اصلا راس حرب بيلعب باك يمين، ده اصلا راس حربة وكان هداف دوري الرديف قبل كده بالمناسبه، مهاجم راس حربة، ولكن لعب قبل كده باك يمين، عشان برضه ما نظلمش لوكا ونقول بيألف ولا بيعمل حاجات غلط، لا لعب قبل كده باك يمين. ادي مدير الى جارديل، محمد صلاح. لكن التغييرات الكتير في اماكن اللاعبين وتوظيفهم باماكن مختلفه كتير، ده معناه ان مفيش اي ثبات على حاجه حتى الان. يعني مجرد موقف وتاخر بهدف الدنيا كلها بتتغير بالشكل ده. يعني من اغرب المواقف اللي انا شفتها عموما مجموعه التغييرات الكتيره اللي حصلت. كورنر واضح، برافو عبد الرحمن. هذه الضربة الركنية آخر من لمسها فعلا هو علي سند النعيمي برجله الشمال. محمد سالم المال متقدم النادي العربي، خسران بهدف عايز يعوض، ما فيش كلام. الزيادة العددية دايما خاصة في الكرات الثابتة معظمهم بيطلعوا لقدام، كل لعيبة النادي العربي جوه منطقة الجزاء باستثناء ثلاث لاعبين، بقوا أربعة، اثنين أربعة ستة. أدي على طول الضربة الركنية عالية فوق، وأحمد إبراهيم ولكن لمس الكرة من تحت، لمس الكرة نفسها من تحت. لو لمس الكرة من فوق الكرة ما تعلاش كده. طبعا مرتبطة بالتوقيت، بالارتفاع، بنسبة الارتقاء نفسه وارتفاعه وارتفاع الكرة. علي سند النعيمي الحقيقة بيعمل حاجات أكتر من ممتازة في كتير من المواقف للاعب أصلا باك شمال مواصفاته الهجومية جميلة كباك شمال. أمامية تاني على طول، ضربة الرأس عبد الله معرفي إلى فرانكو اللاعب الكولومبي. يبقى فالديراما، فالديراما رمز من رموز الكرة الكولومبية ولاعب القرن هناك في كولومبيا. من جديد خامس رودريجيز طبعا هداف كاس العالم ككولومبيا، عظيم الاسماء الجميله ايضا. تاني على طول الى خلفان، رشيق انيق، والله وحده كتير ساوى فريق. رمي التماس لصالح الريان، خلفان يعود ويدافع بشكل جيد ويلتزم، والالتزام ده احيانا بيقلل من كفاءته الهجوميه من حيث الطاقه وراحته شويه. أمامية تاني، شوف النادي العربي ضاغط، الاستراتيجية اتغيرت عن الشوط الأول. الشوط الأول معظمها كان نايم ورا في نص ملعبه، الشوط الثاني تغيير طريقة اللعب، تغيير أماكن اللاعبين، تغيير الاستراتيجية. السبب إيه؟ سبب نتيجة المباراة إنه مغلوب 1-0. يبقى أنت بتختار طريقة اللعب والاستراتيجية طبقا للهدف اللي أنت عايزه. متعادل أوكي، خسران حاجة، كسبان حاجة تانية وتالتة. رمي التماس محمد جمعه عايز يلعب بسرعه قبل ما لعيبه العربي ينظموا نفسهم. الى دانيال جومو، خطر شويه اللعبه دي لموسى هارون. تاني على طول اماميه احمد ابراهيم، احمد ابراهيم وسيباستيان سوريا، لكن احمد ابراهيم مامن نفسه كويس، يقف وياجل يرجع تاني. مهارته مش جميله قوي احمد، مهارته عاديه لكن بيأدي بشكل كويس.
يعني مهارته بالنسبة للبوزيشن بتاعه معقولة. فرانكو يا ولد امتصاص بالرأس ثم الناحية العكسية، لو لعبها تبقى خطر جدا، لو لعبها خطر جدا، عملها فعلا خطر جدا فعلا محمد صلاح، وابو مش معقول مش معقول يا ابو حميد. الله 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 الله، حاجة من ريحة العربي، حاجة من ريحة العربي. أي والله أي والله، حلم جميل كاد أن يتحقق. فيها شك اوف سايد دي ولا ايه؟ محمد صلاح استلم كويس، واحمد فتحي اللي جاي في توقيت مناسب ما بيلعبش بشماله فعملها بوش رجله اليمين الخارجي، هي الاسرع هي الاسرع. ادي احمد فتحي ليبرو او ستوبر الشوط الاول، صانع لعب وقريب من المهاجم في الشوط الثاني، كاد ان يسجل، امكانياته تسمح بكده ان هو يزيد في هذا المكان، لكن لعبه حلوه قوي قوي. برافو فرانكو وبرافو محمد صلاح والله. ادي مدير عبد الله معرفي، اماميه على طول الى فرانكو، فارق السرعه معاه، تاني فرانكو ناحية العكسيه على طول جاي له احمد فتحي برضه تاني، لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، علي سند النعيمي في الوقت المناسب، واحمد فتحي يشكل عبء الحقيقه على دفاع نادي الريان. وتغيير طريقه اللعب الحقيقه والاستراتيجيه للنادي العربي فرق كتير مع الفريق في الشوط الثاني مفيش كلام، ولكن النادي الريان قدامه مساحات، هو يلتهم المساحات، ادي خلفان يحاول يعدي ويقف ياجل يعمل تشينج دايركشن جميل ويغير في اتجاهاته وسرعاته ويغير في اتجاه اللعب على طول الى تباتا. تباتا على مين جيمكو، تبات عميقة إلى سوريا، لكن الباص جامد شوية تطلع على طول إلى ضربة المرمى. ودي في إنذار لأحمد إبراهيم، اعترض على حاجة، اعترض على حاجة أحمد، كان عامل فاول مع سوريا والحكم مشاها فرجع له مع أقرب إيقاف، عشان كده القانون بيقول من حق الحكم إنه يمسك عن توقيع العقوبة إذا رأى أن في توقيعها أو في لعبها فائدة للفريق المخطئ، وبعد ما اللعبة تستمر وتكتمل يرجع للقرار الإداري. القرار الإداري كان إيه؟ إنذار. القرار الفني إيه؟ كان فاول لكن هو عمله إتاحة فرصة. تبديل لنادي الريان، بيحضروا المدرب أروى بارينا، نشوف مع بعض المرحلة اللي جاية، هنلاقي محمد بدر سيار يزود نص الملعب أكتر، يضيف لنص الملعب. ادي احمد ابراهيم، بلاش اعتراض يا ابو حميد، بلاش اعتراض. عدنان درجال واحد من اشهر المدافعين اللي تواجدوا هنا طبعا على مستوى اللعب والتدريب كنجم عراقي كبير عظيم. علي رحيمه ما ننساش دوره الكبير مع نادي الوكره ايضا لفتره عظيمه. راديش نيشل ما ننساش النجم الكبير ودوره الكبير ايضا كمدافع كبير مع اكثر من نادي. اللاعب العراقي عموما ليه قيمه وليه مكانه كبيره في الخليج وفي الوطن العربي. يبقى واحد من أهمهم أحمد راضي كهداف للدوري من قبل، المهاجم أيضا الكبير نشأة أكرم، ليبقى السفاح يونس محمود أحد أهم العراقيين اللي لعبوا في الخليج عموما أو خارج العراق، بل هو واحد من الهدافين التاريخيين لنادي عظيم بحجم الغرافة. وادي ضربة الرأس الثاني على طول، فرصة من جديد الثاني، فرصة الثاني، ولكن دفاع العربي في الوقت المناسب. والموسيقار نشأة أكرم لن ننساه، مش كده ولا إيه؟ فترته مش طويلة قوي لكن في النهاية هو قيمة. أقصى اليسار من تاني، أقصى اليسار، حلوة من محمد جمعة، ولكن على طول حكم اللقاء سعود العزبة ويحتسب خطأ لصالح نادي الريان. سعود العزبة لمسة اليد ولا إيه؟ لمسة اليد، لمسة، لأن وضع إيده مش طبيعي، وضع الإيد مش طبيعي تشريحيا يعني، فالإيد طلعت لفوق زودت من حجم جسمه، لو راحت بالعرض يبقى تخنت جسمه يبقى زودت الحجم. الريان وخروج لعلي سند النعيمي ونزول بدر سيار. محمد بدر سيار، الاثنين المدربين غيروا اثنين سكوبر عندهم بدون شكوى شفناها، ياسين يعقوب مع العربي وعلي سند النعيمي مع الريان. نشوف مطلوب ايه. احمد ابراهيم ودي تباتا هيحضر لحد بره ولا ممكن يخدع ويلعبها في المرمى مباشره في حائط من اثنين، وده مناسب قوي. ادي تباتا على طول يطلع حارس المرمى مسعود الزراعي على طول الى خلفان، تصويبه لكن عاليه يا خلفان، عاليه تطلع على طول الى ضربه المرمى، الى ضربه المرمى.
والده إبراهيم خلفان واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي العربي طبعا، أو الرسام كما كان يطلق عليه، هو تطلق عليه الرسام من مطلع الثمانينات، ورسام الألفية الجديدة كان هو إنيستا طبعا. لكن شوفوا بقى لما يطلق عليه الرسام من سنة كام، وبعد 30 سنة يطلق على إنيستا الرسام. أصل الرسام هنا من النادي العربي الأحلام. كان نصر الهدمي لعيب نص ملعب محترم، عبد الله سعد كان لعيب نص ملعب برضه، حاجة قيمة كده وشياكة وستايل وحاجة جميلة، بعيدا عن كونه مدرب طبعا بعد كده ممتاز. الشخصيات الجميلة اللي كلنا بنحبها الحقيقة. ضربة حرة لصالح نادي الريان اللي بيعيد العربي للخلف، اتعملت على طول. الله 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 على اللعبة الأولى، الله على اللعبة الثانية، ولكن اللعبة الثالثة فين يا موسى هارون؟ ده شوف الباص معمول لك ازاي يا جماعه، ده باص كانه الكوره حواليها مخدر، كان الكوره خدرت كل اللاعبين ووصلت سهله واستفاقت عند موسى هارون، استلمها ولكن تشعر انه كان الدقه عنده مش مظبوطه فعلا في اللعبه الاخيره، الدقه ما كانتش مظبوطه. خساره يا موسى، معمول لك باص جميل. 62 دقيقه مشاهدينا الكرام، والتقدم لازال للريان 1-0 على النادي العربي. محمد بدر سيار صغيرة على طول قصيرة لعبد الرحمن الكربي، اثنين المدربين غيروا ستوبر في كل فريق او قلب دفاع. ادي سيار، ترقب الجمهور واضح جدا جدا، لان الواحد صفر تخلي الكل قلقان، الخسران قلقان عايز يتعادل، والكسبان مش مطمن عايز التاني. ادي الامامية على طول الى فرانكو، اطول من اللازم على طول الى ضربة المرمى، الى ضربة المرمى. العربي ماتشو اللي جاي هيبقى مع الشحنية، واللي بعده مع السيلية، واللي بعده مع الغرافة. أما الريان فماتشو اللي جاي مع السد، واللي بعده مع الشحنية، واللي بعده مع الخور. تحضير لدييغو مينديز جوناس، جوناثان اللاعب الأرجنتيني خلاص بدأ يحضر ويجهز عشان ياخد، يعني خد له حوالي 25 دقيقة متبقيين على ما ينزل، يعني نشوف جوناثان. مفيش حمد الله، مفيش محسن متولي، اللعيبه اللي خرجوا من نادي الريان، احتفاظ فقط بجاردال. ادي الارجنتيني وجايبه مدرب ارجنتيني بلدياته، حافظه عارفه، عارف امكانياته، بيثق فيه، واكيد هيجيب حد عشان ينجحه، مش كده ولا ايه؟ هو كان مدرب سابق في نادي الوصل الإماراتي، قدم عروض طيبة مع نادي الوصل، وصل بيه للمركز الثاني، ولكن في دوري أبطال أسيا خسر كل مبارياته، منهم مرتين أمام نادي السد، منهم مرتين أمام السد. السد إن شاء الله أمام الاستقلال 3-1 في مباراة الذهاب. الدحيل فاز ذهابا 1-0. النهاردة في خبر كده سمعوا إن مباراة الدحيل بدل ما تتلعب يوم الاثنين هتتلعب يوم الثلاث مع بيروزي. الاتحاد الاسيوي قرر هذا الكلام بطلب من نادي بيروزي، وبالتالي مباراه الدحيل على ما قريت مبدئيا الى ان يتم التاكيد يعني هتكون يوم الثلاث مش الاثنين اللي جاي. من جديد الى انجينكو يطلعها تاني ويشيلها شيل، لكن تطلع رمي التماس، وادي التبديل جوناثان، ويخرج النجم خلفان. كنا عايزين نشوفهم جنب بعض، كنا عايزين نشوفهم مع بعض او جنب بعض، يقول لك تشوفهم مع بعض لما نكون كسبانين 4 ولا 5. ادي خلفان النجم الكبير، لعب ضد فريق الطفوله، فريق والده وعمه واولاد عمه والاسره والعائله كلها، وينزل جوناثان اللاعب الارجنتيني مع نادي الريان، ونازل في ظروف كويسه ان الفريق كسبان، مش نازل والفريق خسران ولا متعادل ولا الماتش متعقرب، لا الدنيا حلوه يعني. يعني اللعيب الكويس الكبير هيبان، مش كده ولا ايه؟ محمد جمعه كل فريق عمل تبديلين حتى الان. جوناثان نجينكو يا ولد يا ولد، تاني على طول. محمد بدر السيار بطيء قوي يا محمد، خلي بالك. موسى هارون الى جوناثان، حط جسمه، لكن برافو. محمد سالم المال على طول يضغط، احمد ابراهيم خلص احمد بشكل بسيط وجميل وسهل،
برافو الى محمد سالم المال، قطريه عكسيه الى موفق، الاستلام خطر، برافو برافو يا موفق، حافظ على الموقف تماما رغم مطارده محمد صلاح ليه، الى محمد جمعه، عبد الرحمن الكربي، باص بطيء يا محمد يا عبد الرحمن، الباص هنا لازم يكون سريع يا شباب، تعود الباص بتاعك يكون سريع خاصه في المساحات الضيقه، خلي الباص بتاعك سريع. ليه؟ واحد يقول لك ليه المساحات الضيقه؟ المساحات الضيقه هيبقى سهل لو الباص بطيء، المنافس يمد رجله ياخدها او ياخد خطوه وياخدها، فخلي الباص سريع. عشان كده الاستلام والتسليم لازم التعود عليه من الصغر يكون برتم سريع، استلام وتسليم، استلام وتسليم، الباص سريع، الاستلام كمان لازم يكون في السنس العالي، وان اللعيب يروح للكره ما يستناهاش، وان هو بيستلم يستلم الكره بحركه، مش لازم يستلمها تقف تحت رجله، كل الحاجات الاساسيات تعليم في الصغر كان نقش على الحجر. كل حاجه بيبقى لها اسس. بدر السيار، ادي جينكو، ادي الهدف، الهدف اللي اتسجل، الهدف اللي اتسجل، الهدف اللي اتسجل، محمد جمعه رايح، وادي على مرتين محمد جمعه، التحم بالحارس ولا لا؟ التحم بالحارس ولا لا؟ التحام طبيعي جدا او حتى يكاد يكون ما التحمش، الكره ما فيهاش اي حاجه. دقيقه 37 الشوط الاول، ويطير في السماء محمد جمعه طبعا فرحا بهدف غالي جدا جدا، خصوصا ان هو قدام النادي العربي، مش مجرد هدف وخلاص، محاولتين منهم مره على المرمى. مدير من خلف من فهد خلفان، 60% مقابل 40%، سيطرة العربي الشوط الثاني عوضت الإجمالي. فهد خلفان باص أمامي على طول، مدير أحمد فرانكو، وسط أربع لاعبين قفلوا عليه كويس، لعيبة الريان برافو، عملوا شبكة دفاعية عليه كويسة قوي، وادي جوناثان بيعدي كويس قوي، لكن أوفسايد قد تكون، أوفسايد قد تكون، قاطع خط الظهر، واضح انه من اللعيبه اللي بتحب تطير في اتجاه المرمى وتجري في اتجاه المرمى. ترجع الثاني على طول الى موفق، موفق الى تباتا، الى نجينكو، لعبد الرحمن الكربي، محمد جمعه، بدر السيار، عبد الرحمن الكربي. عارفين كل ده ليه؟ اقول لكم ليه، لان احمد فتحي ضغط فوق قوي وما نزلش مكانه، خطيره ضربه الراس ولكن الى ضربه المرمى، ما نزلش مكانه فرانكو، فعبد الرحمن الكربي لاعب الوسط المدافع في نادي الريان كان لوحده، ولاعب الارتكاز اذا كان لوحده هيدير اللعب براحته والسيطره هتكون موجوده، لازم الضغط على لاعب الوسط المدافع في كل فريق في حاله الدفاع، تضغط تروح تضغط عليه، يا راس الحربه يرجع يا لاعب وسط مهاجم يروح يضغط عليه، تقلل نسبه السيطره او نقل الكره بسهوله. ضربه ركنيه لصالح الريان، هيلعب على طول النجم تباتا، تباتا ضربة الرأس على طول، ولكن ما فيش حد متحضر، إلى موفق يصوب، ولكن عالية بعيدة إلى ضربة المرمى، عالية وبعيدة إلى ضربة المرمى. النهاردة أحمد عبد المقصود قاعد احتياطي، محمد علاء قاعد احتياطي، لعيبة إمكانياتها عالية جدا جدا الحقيقة. أحمد السعدي عاد بعد غياب وكان شارك مع المنتخب، كان عنده قطع في رباط الصليب، الجناح الخطير الجميل، لاعب منتخب الشباب ابطال اسيا، واحد من اللعيبه المهمين، الريان عنده خط احتياطي ممتاز، محمد علاء، احمد بدر سيار، احمد عبد المقصود، ابراهيم مسعود، احمد السعدي، ديوغو مينديز، جوناثان، محمود زكري حارس المرمى. اما العربي فشفنا التبديلات، بيحضر النادي العربي عشان ينزل فرانشيسكو اللاعب البرازيلي، هينزل مع النادي العربي، شوف هينزل مكان مين، هينزل بدلا من محمد سالم، فرانشيسكو التغيير الثالث خلاص للنادي العربي، دخول قوي وقاسي في اللعبة الأخيرة، وبعدين لسه نازل سخن شوية،
يعني قاعد برا على غرفة على دكة البدلاء حاسس باللعيبة اللي برا والموقف، فنازل سخن شوية. نشوف مع بعض ضربة الرأس، نادي العربي بيرمي بأوراق الحقيقة على أمل إنه يعوض. عبد الرحمن رجع لعب باك يمين، يعني عبد الرحمن لعب باك شمال وبعدين لعب جناح يمين وبعدين رجع دلوقتي يلعب باك يمين. حاجات كتير قوي 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 قوي. خمس تصوبات منهم ثلاثة على المرمى للنادي العربي، خمسة منهم ثلاثة على المرمى. الشوط الأول كانوا ثلاثة على ثلاثة. هذه التصوبات بتاعت العربي كلها من داخل منطقة الجزاء، كلها من داخل منطقة الجزاء، ما فيش ولا تصويبة من خارج منطقة الجزاء. رمي التماس للنادي العربي، بيبحث عن التعويض أحمد فتحي. ضع وقت كتير لأحمد فتحي وهو بيلعب مدافع في الشوط الأول. أنا ما شفتش فريق اتعمل فيه تغيير وتبديل للاعبين في أماكنهم في مباراة واحدة زي اللي أنا شفته مع العربي النهاردة. لعيبة بتلعب في ثلاث أماكن، الشوط الأول باك شمال، الشوط الثاني جناح يمين، ودلوقتي بيلعب باك يمين. لعيب بيلعب ليبرو أو ستوبر من ضمن ثلاثة، واحد من ضمن ثلاثة أصبح بيلعب تحت رأس الحربة. لعيب مهاجم بينزل كبديل بيلعب ستوبر. يعني حاجات كتير قوي في وقت قليل في فرقة واحدة. فين فترة الإعداد؟ فين اختيارات اللاعبين؟ ما فترة الإعداد دي عشان إيه؟ ماتشات الودية عشان إيه؟ المفروض أنت دخلت في مرحلة الاستقرار. لعيب مصاب أو اتصاب جوه الماتش خلاص، لعيب اتصاب في غيره بره احتياطي. من قبل المباراة ما تتلعب عادي، لكن جوه المباراة كل هذه التغييرات والتبديلات في كل حاجة أول مرة أشوفها. أقصى اليسار. عبد الرحمن الكربي لم يتغير مكانه أبدا من القلائل. محمد صلاح لم يتغير مكانه. وإن كان محمد صلاح إحنا عارفين إنه مكانه الأكتر هو كويس جناح يمين. هو جناح يمين الولد حافظها من هو صغير في الريان وفي السلية، لكن هو ناحية الشمال مفيش مشاكل. عمر باري، برافو يا عمر، برافو برافو برافو. يستفيد بالقانون اللي بيسمح لحارس المرمى اللي يلعب الكرة بإيديه داخل حدود منطقة الجزاء، يستفيد منها تماما. استلام بحركة من فرانكو ولكن مضغوط عليه بقوة. برافو محمد جمعة. أمامية على طول عند سيبستيان سوريا اللي تطلع إلى رمية أتماس. نلعب في الدقيقة 73، لسه بدري قوي، لسه بدري قوي. العربي غير خلاص تبديلاته الثلاثة. الريان عمل تبديلين ووقع في الأرض دانيال جومو. ممكن يكون أحمد عبد المقصود بديل ليه. فعلا أحمد عبد المقصود جا جري، جا من ورا المرمى جري، أنا شايفه قدامي أهو. يبقى أحمد عبد المقصود بديلا ليه، وبكده بدلاء النادي العربي الريان اللي كانوا بيسخنوا خلاص هيبطلوا تسخين وهيجوا، سواء كان أحمد السعدي أو محمد علاء أو إبراهيم مسعود ومحمود زكي، لأن مش هيبقى فيه تبديل تاني بعد كده. سوريا، سوريا اتقطعت من سوريا لأحمد فتحي لجارديل. استلام بحركة، هي دي النقطة اللي بتكلم عليها، استلام بالحركة. أدي الباص اتعملت له تاني حلوة، كرة بتكافئه، اتعملت له تالت برضه بتكافئه، ناوي على إيه مش عارف. نجينكو على طول للكربي، ياخد فاول من جارديل، فاول. أحمد عبد المقصود هيحضر نفسه، لاعب العربي السابق أحمد، لعب برضه في العربي. من الرحالة أحمد في الدوري القطري، رحالة. بدأ في نادي السد تحت 16 سنة، انتقل للنادي الأهلي، انتقل للمصلال، انتقل للإخوية، انتقل للنادي العربي، انتقل للريان مع منتخب قطر بطل الخليج هناك في السعودية خليج 22. فرصة تاني للاعبين شرب المياه كما هو مسموح في المناطق الحارة والجو ما فيش شك برضو، والرطوبة بتخلي اللاعبين محتاجين ان هم يشربوا المية. فمرة في الشوط الاول ومرة في الشوط الثاني، وفرصة التقاط الانفاس وفرصة للتعليمات ما بين فريق كسبان هياخد تعليمات بالتأمين وتهدئة الموقف والبحث عن انتصار بهدف تاني اكتر، وفريق اخر خسران المدرب هيدي الحوافز والدوافع النفسية والفنية لتعويض فارق الهدف ثم البحث عن الانتصار. يقول لهم ليه ما نكسبش، بتلعب قدامك لسه 15 دقيقة غير وقت ضايع. يقول لهم أنا عايز أتعادل وأكسب، حطوا فيهم الثقة دي. ما يقولهمش يلا عشان نتعادل، يلا عشان نتعادل، لا، يلا عشان نتعادل ويلا عشان نكسب. فالثقة تكون أكتر، طمأنينة لثقة اللاعبين في مدربهم فيهم أكتر، وبالتالي المجموعة في بعضها. كل ده مش بالكلام بس، مش بالكلام بس.
باستثارة اللاعبين، الروح، طلع مخزون بدني كويس، خلي التركيز أعلى، الإحساس بالمسؤولية أكتر، وبالتالي ممكن تلاقي نتيجة أفضل. أدي أحمد عبد المقصود الرحالة زي ما قلت لحضراتكم. والميزة في أحمد عبد المقصود أنه أجاد في كل الأندية اللي لعب ليها، في كل الأندية اللي لعب ليها، مع مصلال كان موجود وتألق وأبدع، كان مع أحمد فتحي، وادي دانيال جوم اللي كان جاله كرامب كده أو تقلص في عضلات السمانة ولا حاجة، ننزل أحمد عبد المقصود، تبديل التالت خلاص والأخير لنادي الريان. نادي الأهلي المصري كان عايز أحمد عبد المقصود لولا رحيل حسام البدري عن تدريب النادي الأهلي، لكن كلم مسؤول النادي الأهلي عن أحمد عبد المقصود وكانوا خلاص ناويين إن هم يضموا ليهم. تغيير الأجهزة الفنية أحيانا والقناعات والظروف بتختلف. أحمد لاعب دولي قطري مؤثر ومهم جدا جدا، تاني على طول على مرتين، ضاغط النادي الريان الرهيب، يبحث عن الهدف الثاني، عايز يخلص على الماتش، مش عايز يدي فرصة للنادي العربي في مجرد التفكير في العودة، عشان كده ضاغط تاني على طول. نجينكو استلام بحركة ودوران إلى تباتا، منه لأحمد عبد المقصود، لمسة الواحدة على طول إلى سوريا، اتقفل عليه بشكل كويس أحمد إبراهيم، يا سلام يا أبو حميد، باص أمامي ولكن بدر السيار، برافو يا ولد، برافو يا ولد، الفوتورك عنده كويس للنيجيري، وغير اتجاهه وعمل دوران كامل حوالين نفسه وهو بيجري بوضع صعب شوية، لكن قدر يعملها كويس، ده معناه أن الفوتورك عنده شغله كويس، شغله كويس. فهد خلفان، يعني من الحاجات اللي أنا مستغربها أن فهد خلفان يكون ستوبر، لكنه بيجتهد والمدرب أقرب ليه مننا، بيبقى حاسس بيه وشايف، خصوصا مدرب زي لوكا، مدرب خبرته كبيرة. تاني على طول إلى فرانكو، والبديل اللي نزل جوناثان، حافظ على كورته يا ولد بقوة وإصرار، عبد الرحمن الكربي ياخد إنذار، إنذار لعبد الرحمن، الموضوع دخل في عند، الموضوع دخل في مسألة عند، بص خلاص بقى عند، بقى مسألة كرامة، ما تكسبنيش، ما تهزمنيش، ما تكسرنيش، فخلاص اضطر يعمل فاول تكتيكي، وأنا بحب اللعيب اللي بيلجأ للفاول التكتيكي في المواقف الصعبة بدون ما يأذي اللعيب اللي قدامه، دي ثقافة، فاول التكتيكي ثقافة، خلي بالكم. أدي الانطلاقة يا ولد، يا ولد، يقف لعيب، لعيب يعملها بره باصص وشايف، يا روقانه، من برازيلي إلى برازيلي. تاني على طول فرانشيسكو إلى جارديل، هاتوا خد، لكن مقطوعة، جينكو اللي عامل مباراة كبيرة، هاتوا خد على طول، مثلث جميل اتعمل، تغيير اتجاه اللعب، منه على طول أمامية، أمامية، جوناثان، جوناثان واحد على واحد مكانه المفضل، عايز يشوط ويلعب في الزاوية البعيدة، لعبته، لعبته واضح إنه واخد عليها وبيعرفها وبيعملها، ولكن تصطدم على طول في الدفاع العرباوي. عبد الرحمن الكربي انصار، كان من اللعيبة اللي خرجوا إعارة فترة قصيرة وعادوا من جديد إلى نادي الريان. وادي لوكا في انتظار الفرج، والفرج بالنسبة له هو التعادل، مش عايز يخسر تاني بعد ما خسر من السد، وعرف طريق الفوز على الخرطيات ثم أم صلال بالخمسة، واقتناع كتير بأن العربي يؤدي أداء محترم، مش عايز يرجع خطوة للخلف ولو نفسيا. أما الرهيب قبل مباراة السد في الجولة القادمة، عايز انتصار ويعتلي صدارة بطولة الدوري ولو مؤقتا. من جديد يا سلام على تباتا، يا جمال تباتا، وروعة تباتا، وعظم التباتا، وسوريا والتصويب والتحضير، ولكن راحت إلى فهد خلفان، الهجوم المعاكس، برافو يا موفق، برافو موفق، برافو يا ولد والله، برافو. أحمد فتحي أمامية على طول، ضربة الرأس من جديد، محمد بدر السيار مميز تماما في اللعب بضربات الرأس بوضع حركي صعب، بدر السيار تاني مرة ينجح في الاختبار، أمامية من تاني فارياس، ولكن تطلع إلى رمية التماس. أدي فارياس، فرانشيسكو فارياس، اللاعب البرازيلي، ومعه محمد بدر السيار مكتفه زي ما عمل عبد الرحمن الكربي. ودي تبات الترقيصة الحلوة اللي فتح لنفسه زاوية لعب، ومساندة جميلة الحقيقة من سوريا، ولكن دفاع النادي العربي لها بالمرصاد. قطرية في مكان كويس، لكن موفق، فايق ورايق، برافو يا موفق، يطلع بيها إلى رمية التماس. نادي السد مسجل 21 هدف في 4 مباريات، منهم 10 في مباراة واحدة طبعا، ومسجل 21 هدف
نادي السد هو أقوى دفاع في البطولة. سد والدحيل والريان هدفين فقط في مرمى الفرق الثلاثة الكبيرة. من جديد مدير جناحة اليمين، مدير جناحة اليمين، متخيلين حضراتكم ايه اللي حصل؟ مدير نزل المباراة ستوبر، وبعدين مدير بعد كده لعب باك شمال، ودلوقتي مدير لعب باك يمين. عبد الرحمن الباك الشمال بدأ المباراة باك شمال، بدأ الشوط الثاني جناح يمين، وبعدين نزل بقى باك يمين، ودلوقتي رجع تاني بقى باك شمال. الموضوع مبالغ فيه قوي 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 يا سيد لوكا، الموضوع مبالغ فيه قوي. تركيز اللاعبين واستقرارهم في مكان ثابت بالنسبة له عنصر من عناصر النجاح، مش كده ولا ايه؟ تصوبات الريان 5 من خارج منطقة الجزاء و6 من داخل منطقة الجزاء، 11 تصويبة للريان منهم 5 من خارج منطقة الجزاء. هذه الانطلاقة على طول، أحمد إبراهيم المدافع العراقي أسد من أسود الرافدين ينضم إلى قافلة المحترفين العراقيين في تاريخ الكرة القطرية، وتاريخهم دائما مشرف. ادي لوكا، يعني انا مش عايز اقول ان لوكا يعني يطلع يقول انا عملت كل حاجه، عملت كل ما يتعمل، مش بتغيير اماكن اللاعبين يبقى كل ما يتعمل. العربويه محتارين وكانه بيقول له، بيقول له ازاي يغير من هنا لهنا، ازاي ودى ده هنا، احنا محتارين لاعبتنا فين. احيانا دي بتكون حرفيه عاليه قوي، واحيانا بتكون فتاوي زياده قوي. خبره لوكا تخلينا نقول انها حرفيه عاليه قوي، لكن أكتر مباراة في تاريخ تعليقي على المباريات من سنة 92، ربنا يديكوا الصحة وطولة العمر كلكم، ما شفتش مباراة مدرب غير أماكن لاعبين في الملعب زي ما لوكا عمل النهاردة مع النادي العربي من سنة 92. أي والله، في مباراة كبيرة في يوم كبير ضد فريق كبير زي الريان. أدي أحمد فتحي لمدير اللي خد إنذار ونزل في الشوط الأول، فرانشيسكو فارياس، أحمد عبد المقصود أحد بدلاء الريان الثلاثة، ورمي التماس لصالح الريان، رمي التماس عرباوي بشعار العربي محتفظ به وسيبقى محتفظ به إلى الأبد. نعم، حب وعشق حتى النخاع لكل عرباوي. كان الريان فوزوا بالدوري من 3 سنوات بعد غياب يعني أقنع كتير من الشباب اللي كان صغير وسمع عن الرهيب، لكن العرباوي اللي لازال محتفظ بقيمته بانتمائه بوفائه بولائه لناديه شيء عظيم، شيء عظيم، قمة الوفاء، قمة الحب والانتماء. في الشغل في المدرسة ممكن حد يغيظه حد يضايقه يقول له فين العربي فين العربي، هو بيحب، هو بيحب، هو وفي، هو إنسان وفي، إنسان محترم لنادي محترم كبير. على مسؤوليه أن يكونوا أكثر جدية في إسعاد جماهيرهم اللي مشتاق الفرحة، مشتاقين لفرحة. أمامية من تاني لمحمد صلاح، محمد صلاح يرجع إلى جارديل من القلائل اللي أماكنهم ما تغيرتش، وحارس المرمى مسعود الزراعي. ترجع ورا تاني إلى فهد خلفان، عبد الله معرفي يرجع لورا، عبد الله معرفي بقى فين؟ أهو بقى مكانه، هو كمان مكانه اتغير، يعني عبد الله معرفي شايفينه فين؟ مكانه اتغير كمان. أحمد فتحي تغيير اتجاه اللعب بشكل جميل، شكل جميل وحلو لعبد الرحمن، أكتر لعيب اتغير مكانه في الملعب. رجع تاني للعب بثلاثة ونزول ورا عبد الله معرفي قد يكون جزء من الخطة وليس تغيير في الطريقة. أحمد عبد المقصود لسوريا بقمة الجدية، نادي الريان يبحث عن هدف ثاني لأحمد عبد المقصود على طول، أحمد يعملها على طول إلى جوناثان وبروح عالية قوي قوي قوي. أحمد فتحي يتدخل، يا سلام يا أبو حميد، يا سلام يا أبو حميد، لكن دخل على الكرة وخدها، عشان كده الحكم سعود العزم يقول لا شيء، وهيقوم الحمد لله، هيقوم الحمد لله. لاعب جوناثان سليم، الجمهور يراقب الموقف. أدي أحمد فتحي دخل على الكرة تماما، توقيته كويس. جارديل لعبد الرحمن منصور، شيب لمين يا عبد الرحمن؟ مش لحد ابدا. احمد فتحي عايز فاول، حكم يقول لا شيء، اتلعبت على طول الى تباتا من نص الملعب عايز يسجل،
لخروج مسعود زراعي من مرمى، لكن مسعود يلحق نفسه ويمسك على طول بثبات، وجمهور ريان بيقولوا له مش قوي كده يا تبات، مش قوي كده. فهد خلفان لمين؟ مش لحد، بتقطع تاني وبسرعه وبسهوله قوي قوي. لعيبه العربي بيفقدوا الكوره في وقت محتاجين يحافظوا عليها كويس. تغير اماكن سبع لاعبين، سبع اماكن تم تغيير اماكنهم في الملعب في النادي العربي بلاعبين مختلفين، سبعه. تاني على طول الى تباتا، تغيير اتجاه اللعبه اقصى اليسار الى محمد جمعه صاحب هدف اللقاء الوحيد، ومنه الى مسعود الزراعي اللي يمسك بهدوء. يبدا الهجمه بسرعه الى جارديل، هنا محتاجه سرعه قوي والا لعيبه الريان هيرجعوا. تاني على طول موفق، يقطع موفق، برافو يا ولد، ارى اللعبه كويس، ارى اللعبه كويس. موفق عايز يعمل هات وخد، سوريا منه الى تباتا، ولكن تباتا بيديها له وعينه فيها، بيديها له وعينه فيها، صدقوني انا حاسسها كويس. يعني عايز يعمل معاه الوان 2 او الوان 3، هو عايز ياخدها لنفسه ويشوت، بس لو ما عملهوش هتبقى شكلها مش حلو. فراحت سبحان الله، ادي العرضيه، يطلع بدر سيار لاحمد عبد المقصود، لمحمد جمعه، لجوناثان. يا ولد يا ولد يا عبد الله معرفي، ارى اللعبه كويس يا ولد يا ولد. لعيب لعيب لعيب، الثلاث اربع حاجات اللي اتعملوا دول بتوع واحد لعيب. برافو عبد الله معرفي الى جارديل، لعبد الرحمن منصور اللي عاد الى قواعده سالما كظهير ايسر من تاني، لفهد خلفان اللي كان ضاعت منه اغرب فرصه في تاريخ كره القدم قالوا عنها هو مع المنتخب الاولمبي. فهد خلفان كان مع المنتخب الاولمبي القطري، كان ضاعت منه فرصه قالوا عليها اغرب الفرص في تاريخ كره القدم، لكن ما اثرتش عليه، رجع وادى وسجل وعمل عروض محترمه. وادي الانطلاقه، فرصه تعادل، لكن اوفسايد اوفسايد، رايه مرفوعه من المونديالي طالب سالم المري. كان ممكن يشوط هو بنفسه جوناثان، كان ممكن يشوط، هو بيقول له، بيقول له انا صح، انت صح، انا كان لازم اشوط، انا كان لازم اشوط، بس خلي بالك يا صلاح انا مش اناني، انا مش اناني. برضه مقفول عليه، خلي بالك مقفول عليه، محمد جمعه قفل عليه زاويه التصويب، فالحل كان انه يعمل باص، بس ما حسش بالمكان، اهو بيقول له صح، انت صح، انت صح. لكن محمد جمعه يحسب له ان هو اللي منعه ان يديله فرصه التصويب. حاجات صغيره في غايه الاهميه، كره القدم التفاصيل البسيطه دي هي اللي بتفرق في النتائج وفي الاهداف وفي امور كثيره. احمد ابراهيم ضربه راس، نلعب في الدقيقة 88. التسللات 4 العربي 2 الريان، 6 حالات تسلل في المباراة. موسى هارون عرباوي ولعب على هذا الملعب كلاعب للعربي والآن ضد العربي، لاعبين الدوليين أيضا موسى هارون سابقا. تاني على طول أمامية، جوناثان جوناثان ترجع ورا تاني على طول إلى جارديل، معرفش ما بيشوطش ليه. أحمد عبد المقصود ما شاء الله نازل له، قلل كتير من قدراته اللاعب البرازيلي. تغيير اتجاه اللعب، أوفسايد، راجع من التسلل، راجع من التسلل في اللعبة اللي فاتت الحقيقة. فارياس أهو، بص حضراتكم التسلل أهو واضح تماما. طالب سالم المري حكم الدولي، تواجده في كأس العالم كان حاجة عظيمة وجميلة لزملاء الحكام قبل ما يكون ليه هو نفسه. عبد الرحمن جاسم طبعا، تاني على طول اماميه. النهارده الكابتن جاسم الهيل بيراقب اللقاء عن الحكام، المنسق العام عبد الله الانصاري، مسؤول الاعلامي عبد الرحمن حسن الخليفي، مراقب المباراه كابتن محمد مبارك المهندي، واحد من نجوم الخور في الزمن الجميل، واحد من نجوم الخور في الزمن الجميل، كان سعيد المسند واحد ايضا من رموز نادي الخور وكابتنه والمنتخب والمستشار قطعا دائما وابدا للمنتخبات القطريه من الاول الى كل المنتخبات. الخور نقطه واحده فقط، نقطه واحده فقط من تعادل وثلاث خسائر، لا يجوز لا يجوز. تاني على طول مرور جميل من فرانكو، وفرصه تعادل، فرصه تعادل، لكن جين كو يتصدى في الوقت المناسب إلى سوريا، إلى سوريا. المكان ده سوريا مش بتاع مراوغة، المكان ده بتاع تسند على حد وتطلع معاه.
مدير جاتاني ناحية اليمين، مدير عبد ربه، وادي الكرة العرضية، جوناثان بيحاول يعمل خلفية لكن بعيد قوي قوي، عرباوي بيقول له اللعبة بعيدة وصعبة فعلا. ادي أمامية تاني على طول إلى فرانشيسكو، إلى جوناثان، عبد الله معرفي، إلى جارديل، فارياس دخوله الحقيقة جنب فرانكو بدأ يعمل قلق أكتر للعبة الريان. أدي على طول فرانكو، فرانكو ورايح له فارياس، ولكن الضغط عليه بقوة من عبد الرحمن الكربي. تاني على طول إلى جوناثان لمدير عبد ربه، مدير أحمد إبراهيم على طريقة كومان الهولندي. أحمد إبراهيم الكرات الطويلة القطرية من المدافعين، ولكن في أوفسايد في اللعبة الأخيرة، أوفسايد يعني لعبة صريحة واضحة سهلة زي دي، إزاي فارياس يكون أوفسايد؟ إزاي يعني؟ خصوصا أن أنت شايف قدامك أن كل المدافعين طالعين لفوق، إزاي؟ يعني في حاجات ما ينفعش حد يغلط فيها، زي الباص اللي عمله غلط لمحمد صلاح وطلع محمد صلاح في الأوفسايد، وكان ممكن يراوغ ويشوط أو يشوط. حاجات كده صغيرة بتبين أن التركيبة لها حدود، أو الدرجة بتاعة اللعيب لها منطقة معينة، وده موقف صعب، والمواقف الصعبة هي اللي بتبين قيمة اللاعبين وقيمة الكوتش نفسه. رتم المباراة بقى بطيء شويات، لعبة خنق شوية في نص الملعب. موفق يا ولد، فارياس بيحاول لكن ما قدرش. نجينكو لاعب الكوري واحد من نجوم فرقة الريان النهاردة، نجينكو في نص الملعب عامل دور أنا حاسس بيه قوي 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 الحقيقة يعني. تاني على طول لأحمد عبد المقصود، شوف زاك ازاي خد الكرة وراح فين، شوف عمل اتساع بنفسه بدل ما يعمل باص لحد واقف هنا، هو عمل بنفسه لقى مساحة فاضية خد الكرة وراح لها، استهلك وقت، فتح عرض الملعب، ادى فرصة لزمايله قدامهم مساحات. عشان كده الريان لغاية دلوقتي لازال مسيطر، لازال مهيمن، فرصة تصويب هدف تاني، فرصة هدف تاني لأحمد عبد المقصود يصوب، ولكن دفاع النادي العربي في اللحظات الأخيرة. مدير عبد ربه برافو يا مدير، منه على طول إلى فارياس يحاول يعدي ويمر، ولكن فاول محمد جمعة، وإنذار لمحمد جمعة، انذار لمحمد جمعه صاحب هدف اللقاء الوحيد، برضه فاول تكتيكي. وانا بقول انا مع الفاولات التكتيكيه، انا مع الفاولات دي لان القانون بيصرح بيها، القانون ما قالش ان دي اجرام ولا طرد ولا، بس اعملها بدون ما يكون في اذيه للمنافس، دي اهم حاجه. في وقت من الاوقات العنابي كان بيخسر وباقي على المباراه دقيقتين ثلاثه، وبسبب فاولات تكتيكيه اللعيبه طيبين قوي كان ممكن يجي اهداف التعادل او المكسب. فلازم تتعود ان في وقت معين لكده. جمهور العرباوي يصرخ يبحث عن التعادل، لا يتمنى خساره جديده، وامام الرهيب تحديدا. السنه اللي فاتت كل فريق فاز على الثاني. صافره النهايه مشاهدينا الكرام، نعم نعم، انتصار بثلاث نقاط للرهيب، يعاود الانتصار على النادي العربي، يرفع نادي الريان رصيده الى 11 نقطة، يعتلي الصدارة بفضل هدف محمد جمعة في الدقيقة 37 من الشوط الأول. العربي حاول واجتهد، ولكن لأول مرة في تاريخ تعليقي من سنة 92 من القرن الماضي أشوف مدرب يغير 8 أو 7 أماكن للاعبين في مباراة واحدة. هذا ما فعله لوكا مع لاعبي النادي العربي، هذا يعني أنه غير مستقر على تشكيلة ثابتة أو خطوط ثابتة بأسماء بعض اللاعبين. عموما إن شاء الله النادي العربي يعود مرات